صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري وخلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا لجا. صباح الخير يا دينا، صباح الخير عليكم أجمعين مشاهدينا. جاءنا هذا البيان التالي النهاردة الساعة 12 بالليل، هيبقى الساعة 11 عادي جدا، مفيش أي مشاكل. ليه بقى؟ النهاردة كل سنة وانتوا طيبين، آخر خميس في شهر أكتوبر المجيد، ده معناه أن الساعة هتتغير النهاردة. ليه؟ عشان نبدأ التوقيت الشتوي. كل سنة وحضراتكم طيبين. الموضوع ده بقى بيحصل كل سنة مع دخول فصل الشتاء عشان نستغل ضوء النهار بشكل أكبر، وأكيد في هيكون في وفر في الطاقة. يا جماعة الساعة أكيد بتفرق. يمكن كتير مننا يعني بيستغرب الموضوع شوية، بيشوفوا موضوع مش مهم، لكن موضوع تغيير الساعة ده ليه تأثير اقتصادي، ليه تأثير اجتماعي كبير. كل تفاصيله مبنية على فكرة بسيطة جدا، وهي إزاي الواحد يستفيد من كل ساعة في اليوم وبأفضل طريقة. صحيح فعلا يا رجائي. وقبل ما نتكلم عن أسباب تغيير الساعة في الصيف والشتاء، لازم نقول لكل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا، خلوا بالكم اللي ناوي ينزل بكرة لازم ياخد باله من فرق التوقيت. يعني لو أنت متعود تنزل الساعة 7 الصبح، خلي بالك أنك هتحس أنك نازل بدري شوية عن المعتاد علشان التوقيت اتغير. خد احتياطاتك وتأكد أنك مظبط مواعيدك مع التوقيت الجديد، وده هيخليك متوافق مع فرق الساعة الشتوي اللي هيبدأ من بكرة إن شاء الله. صحيح يا دينا، الموضوع ده حاجة مهمة جدا، خلوا بالكم من الأجهزة اللي بتعتمد على التوقيت وفرق التوقيت. احنا طبعا عارفين أن في أجهزة زي الموبايلات، الكمبيوترز، اللابتوب والحاجات دي، هي كده كده أصلا بتغير الساعة بشكل تلقائي أوتوماتيكلي. بس احيانا بيبقى فيه، احنا عايزين بس ايه، تو ميك شور، يعني نتاكد ان فعلا الساعه اتغيرت. لو عندك بقى مواعيد مهمه، مواعيد مرتبطه بشغل معين، انترفيوهات، اتاكد ان التوقيت بتاعك اتظبط خلاص على التوقيت الجديد علشان ما تحصلش اي لخبطه. الاهم انك تظبط المنبه بتاعك كويس، الساعه بتاعتك كويس، عشان ما تعيش نفسك واصل في غير ميعادك وبساعه كامله. صحيح. وطبعا لازم نقول احنا ليه بنغير الساعة. السبب الأساسي زي ما قلنا هو استغلال ضوء النهار لفترة أطول، ده علشان نخفف من استهلاك الكهرباء ونقلل الفواتير، كمان بيساهم في أننا بنزود الإنتاجية في قطاعات زي السياحة والزراعة. يعني الناس بيكون عندهم وقت أطول في النهار يتفسحوا ويستمتعوا بأماكن أكتر، وده بيساعد في زيادة العائدات السياحية. كمان الزراعة بطبيعة الحال بتعتمد بشكل كبير على الشغل في جو النهار، يعني مش بس فكرة تغيير ساعة وخلاص، لا، ده بيكون له انعكاسات على حياتنا اليومية وعلى الاقتصاد بشكل عام. ده حقيقة دينا. كمان برضو الموضوع فيه تحديات، فيه مشاكل بتقابلنا، وهي أكيد مش كل الناس فكرة إن احنا نتقبل التغيير بشكل سلس، بشكل سهل. يعني في ناس بتشوف الموضوع مزعج شوية، خصوصا ان هو ممكن يسبب شويه اضطرابات في الناس اللي عندها مشاكل لما بنغير مواعيد النوم. بيفرق مع بعض الاشخاص برضو في ان هم يتكيفوا ازاي مع التوقيت الجديد. بس الوعي العام باهميه هذا الموضوع بيساعد اكيد في ان احنا نقلل من هذه التاثيرات. بالفعل. وكمان في تجارب من بره كتير في تغيير الساعة زي أمريكا ودول أوروبا، ودي تجارب حققت نجاح في تقليل استهلاك الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي. ده مثال ممكن نستفيد منه هنا في مصر عشان نطور تجربة التوقيت الشتوي بالشكل يتناسب مع ثقافتنا وظروفنا. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر. تعالوا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد طبعا في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية اللي مكملة لحد ميدان العباسية. ولو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية. لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. كمان بيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.
ونروح معاكم لمحافظة الجيزة، وهنلاقي في شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، ده المعتاد لشارع فيصل. كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ كبير في حركة السيارات. بدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين لحد طلبية. أيضا المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. لكن بالنسبة لطريق المحور بيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة كمان قبل محور ميدان لبنان، لكن المتجه إلى أكتوبر هيكون في سيولة مرورية. نروح شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، ظهرت كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي. بتظهر كثافات على محور صفة اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، وبيفضل التوجه لمحور عرابي. وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. كمان شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين. نروح معاكم محافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد سيولة مرية مكملة لحد جامعة أسيوط. ولما نوصل هنلاقي في كثافات مرية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. ونكمل جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرية للقادم من المحافظة إلى القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة اطمئنان على حالة المرور، خلونا نطمن مع حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. ومن المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة على عدة مناطق قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة العظمى هتكون 26 درجة والصغرى 19، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة، وأسوان العظمى فيها 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. خلونا نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، أكد خلاله أن الرئيسان بيعتزوا بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تربط ما بين البلدين الشقيقين. كمان فعلا امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في نسخته 12، ده خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل. تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى امبارح اتصال هاتفي بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، أكد خلاله الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة اللي بتربط بين البلدين الشقيقين، مشددين على التزامهم بتعزيز العلاقات الثنائية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول في ذلك الإطار تطورات عدد من القضايا بالقارة الإفريقية، وأكد الرئيسان مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين دول الإقليم وترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول في إطار الجهود الرامية لتلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية بين كل من شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية وشركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أيضا امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 خلال الفترة من 4 ل 8 نوفمبر المقبل. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد تأكيد الاستعداد على مختلف المستويات والتنسيق بين كل الأطراف والجهات المعنية لاستضافة المنتدى والخروج به على النحو الأمثل أمام العالم.
كما تم استعراض الموقف الحالي للحاضرين والمدعوين، وتمت الإشارة إلى أن هناك أكثر من 24 ألف شخص من 180 دولة قاموا بالتسجيل للحضور والمشاركة في المنتدى. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية في الفترة من 1/9/2024 حتى 18/10/2024 في توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري. وبتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية نظمت فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات كليتي الحرب العليا والدفاع الوطني، واللي بيأتي في إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية اللي بتنفذها الأكاديمية لدارسيها تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وده بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء التمثيل العسكري الأربعين دولة من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والإعلاميين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية بالدولة لتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة من شباب مصر، نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لقيادة قوات المظلات. تضمنت الزيارة عرض تقديمي عن نشأة وتطور قوات المظلات، أعقبها المرور على بعض الأنشطة التدريبية للمقاتلين بميدان التدريب على الاقتحام الجوي ومحاكي التدريب على السقوط الحر بعمود الهواء، بالإضافة لمشاهدة أنشطة القفز الحر ومعدات الدلتا بمهبط قوات المظلات اللي أظهرت مدى الكفاءة العالية والحرفية في تنفيذ كافة المهام. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية قال إن الحكومة بتواصل جهدها لتبسيط الإجراءات الضريبية تنفيذاً لطلبات المستثمرين، وقال كمان إن الحكومة بتعمل على كل الاتجاهات علشان تهيئ مناخ الأعمال يكون أكثر جاذبية وأكثر تنافسية. خلونا نتابع. الحقيقة القانون الثاني وهو قانون الهام جدا ويخص المشروعات اللي بنقول عليها مشروعات صغيرة هو المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه. أي عمل حجم عمله في السنة ما يتجاوز 15 مليون جنيه هيتمتع بمجموعة كبيرة جدا من الإعفاءات والحوافز اللي تشجع هذه المشروعات الصغيرة ومشروعات الريادية وريادة الأعمال إنها تنطلق وما تكونش خايفة من أي محاسبات ضريبية. وبرضو هترك لمعالي الوزير إن هو يتكلم شوية على هذا الموضوع. القانون الأخير هو تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، وده طبعا اللي احنا كنا بنتكلم عليه إن يتحط بقى كل المنازعات السابقة آلية إن احنا نخلص منها بصورة نهائية، وده لوحده هيبقى كان مطلب كبير جدا من كل الممولين وكل المواطنين والمستثمرين. المنازعات الضريبية السابقة أرجوكوا حلها لنا، والحمد لله النهاردة مجلس الوزراء أقر هذه القوانين اللي أنا بعتبرها إنها نقلة كبيرة جدا جدا جدا. الشيء الجيد وبرضو معلش بقى أنا هخطف المبادئة من معالي وزير المالية إن إحنا برضو في خلال أسبوعين هنيجي نعرض على حضراتكم تعديلات مهمة جداً في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك، وده كان مطلب آخر للمستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وبالتالي إحنا بنتحرك على كل الملفات اللي وعدنا بيها عشان نخلي المناخ الأعمال أكثر جاذبية وأكثر منافسة بالمقارنة باللي بيحصل من الدول المختلفة، وإزاي مصر تحتل مكانة رائدة في الإقليم بتاعنا.
كمان دولة رئيس الوزراء قال إننا أجرينا مناقشات بناءة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، ده كان خلال الأسبوع اللي فات. صحيح، وكمان قال إن هو كمان في زيارة مرتقبة، أو المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي هتزور مصر، وبعدها كمان هيجي فريق الصندوق تمهيدا للمراجعة الرابعة. هو ده اللي كان سبب في حديث مرة أخرى فخامة الرئيس لما اتكلم على ضرورة ان يعني ننظر في مراجعة البرنامج اللي مع صندوق النقد الدولي علشان نستوعب المستجدات الجديدة والمتلاحقة اللي دخلت علينا، يعني بعد ما كنا اتفقنا مع الصندوق على المستهدفات بتاعتنا. ويمكن عشان كده انا قلت يمكن في اللقاء السابق ان السادة وزراء المجموعة الاقتصادية والسيد محافظ البنك المركزي سافروا واشنطن، وكانوا في الأسبوع وإحنا بنتكلم الأسبوع اللي فات كانوا بالفعل بدأوا الأسبوع الاجتماعات السنوية. والحقيقة يمكن الشيء المهم جدا اللي حضراتكم أحابب أن أنا أقوله أن حصلت مناقشات بناءة مع يعني الفريق بتاع الصندوق بالكامل طوال مدة الأسبوع. وعايز أكد على نقاط مهمة جدا لأن أثير واتقال كلام كثير. المراجعة والتفاوض ما بيتضمنوش ان احنا نحصل على اي مبالغ جديدة ولا قروض اضافية ولا اي شيء، ولكن احنا اللي احنا اتكلمنا فيه ان احنا عايزين نراجع الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف والمستجدات اللي بقت موجودة، بما لا يحمل المواطن المصري اي مزيد من الاعباء الاضافية في خلال الفترة القادمة. وبالتالي بنحاول ان احنا بنتكلم معاهم على اطالة امد بعض الاجراءات علشان ان احنا نخفف من الظروف الغير مسبوقة اللي موجودة دلوقتي. الشيء المهم اللي بنأكد عليه ان شاء الله الاسبوع القادم سيشهد زيارة رسمية من السيدة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمصر، ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة من الصندوق علشان نبدأ معهم اجراءات المراجعة الرابعة ان شاء الله للبرنامج بتاعنا مع الصندوق النقد. وبالتالي أنا حابب بس أن أنا أحط حضراتكم في هذه التفاصيل علشان حضراتكم نبقى عارفين هذا الشأن. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، ففي محافظة الدقهلية افتتحت الملتقى التوظيفي الأول لمديرية التضامن الاجتماعي، في البحر الأحمر كمان تم تسليم مدفن صحي آمن بمدينة القصير بتكلفة 62.5 مليون جنيه. كمان في خبر مهم من جنوب سيناء، في 411 سائح زاروا المقدسات الدينية والتاريخية بسانت كاترين. في الوادي الجديد تم طرح لحوم بلدي في منافذ الحكومة أو المنافذ الحكومية بسعر 280 جنيه للكيلو. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من المحافظات في سياق التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، محافظة الدقهلية افتتحت الملتقى التوظيفي الأول لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حيث إن الملتقى هيوفر 500 فرصة عمل للشباب من الجنسين في مختلف التخصصات. شهدت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر تسليم المدفن الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 62.5 مليون جنيه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية. وبتقع المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 13.45 فدان، وبتقع خلية الدفن على مساحة 10 أفدنة تقريباً. في جنوب سيناء استقبلت مدينة سانت كاترين عدد من السائحين والزائرين لزيارة المقدسات الدينية والتاريخية والأثرية والبيئية ومحمية سانت كاترين وتسلق جبل موسى وزيارة دير سانت كاترين أقدم الأديرة على مستوى العالم، وبلغ إجمالي عدد الزائرين 411 سائح وزائر. أعلنت محافظة الوادي الجديد طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 280 جنيه من خلال منافذ الوحدات المحلية للمدن والقرى، بالإضافة لطرح خضروات وفاكهة مخفضة الأسعار استمراراً لجهود التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين. أكدت محافظة الشرقية أن مركز مدينة الحسينية بيشهد تنفيذ 139 مشروع في مجال الصرف الصحي ما بين إنشاء وتوسعات وإحلال وتجديد ومحطات رفع ومحطات طرد وخطوط انحدار ومحطات معالجة
بتكلفة تقديرية تصل ل 718 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي، وده لخدمة أهالي قرى وعزب مركز الحسينية. شهدت محافظة أسيوط التشغيل التجريبي للوحة توزيع كهرباء العتمنة التابعة لمركز منفلوط، اللي بتعد إحدى المشروعات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً. تزينت سماء الأقصر ب60 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1600 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية، وانطلقت الرحلات من أرض مطار البالون الطائر في مشهد ساحر في مجموعات من أمام معبد حتشبسوت الكامن في حضن الجبل. شهدت محافظة سوهاج فعاليات تدشين مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية أولاد عزاز والمنياوي بمركز سوهاج. بيأتي مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية أولاد عزاز والمنياوي ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر. أعلنت محافظة دمياط عدد المستفيدين من برنامج المبادرة الرئاسية بداية جديدة داخل مدن وقرى دمياط منذ انطلاق فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان جديد. ووصل عدد المواطنين المستفيدين من برنامج المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء إنسان جديد 1,779,000 مواطن على مستوى المحافظة. لسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد هذا الفاصل السريع. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع وجود فرص سقوط أمطار على عدة مناطق. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، وخصوصا ان كمان بعض الصفحات السوشيال ميديا بتقول ان بكره هيكون في امطار شديده، ويعني عدم استقرار في الاحوال الجويه على القاهره وباقي المحافظات. بالفعل يمكن احنا على مدار الايام القليله الماضيه كان في استقرار تام في الاحوال الجويه على كافه مناطق الجمهوريه، وكانت اجواء خريفيه بامتياز. لكن الخرائط بتشير انه بدايه من اليوم تقريبا في بدايه منخفض جوي ما اثرش بشكل كبير اليوم، هو بوادره بس بتاثر النهارده على مناطق من اقصى السواحل الشماليه الغربيه لمصر عند مطروح، وبالتالي نقدر نقول ان اليوم في فرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه من محافظه مطروح وبعض المناطق المجاوره ليها، لكن كلها فرص امطار خفيفه. ولا يزال طقس اليوم هو طقس مائل للحراره خلال ساعات النهار على اغلب مناطق الجمهوريه، لكن خلال ساعات الليل بينخفض كما هو الحال في الايام الماضيه. لكن بدايه من بكره الجمعه ان شاء الله بيبدا المنخفض ده ياثر بشكل اكبر على الجزء الشمالي من الجمهوريه، علشان كده اعلنا في نشراتنا وتحذيراتنا انه بدايه من الجمعه في حالة جوية مضطربة وغير مستقرة بتأثر على الجزء الشمالي من الجمهورية، ودي تعتبر أول حالة في فصل الخريف مؤثرة بهذا الشكل نشهدها. طبعا فصل الخريف متعودين في حدوث بعض الحالات الجوية الغير مستقرة. الحالة اللي هتبدأ بكرة إن شاء الله أول عنصر فيها هو تساقط الأمطار. بنتوقع من الجمعة للأحد تساقط أمطار بتكون ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعضية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية زي محافظات مطروح والإسكندرية. هل هتمتد إلى القاهرة يا دكتور؟ حتى الآن فرص القاهرة بندرسها بشكل كبير، ولكن إن شاء الله قبل دخول الغد أو اليوم تحديدا هنبدأ نحدد فرص القاهرة بشكل كامل، لكن هناك بالفعل احتمال أن تصل الأمطار لكنها أقل شدة من السواحل الشمالية. الحالة اللي بتوقعها بداية من بكرة النصيب الأكبر من الأمطار من نصيب السواحل الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، زي ما قلنا الأمطار عليهم هتكون من متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على محافظات مطروح والإسكندرية وبعض المحافظات الأولى من الوجه البحري، بتمتد خفيفة إلى متوسطة إلى باقي محافظات ومدن الساحل الشمالي زي دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، وكلما اتجهنا بعيدا عن السواحل الشمالية بتقل بشكل تدريجي فرص الأمطار، لأن باقي محافظات الوجه البحري
عليها ايضا كره الامطار وايضا مدن القناه. ده اول عنصر في هو الامطار. ثاني عنصر انخفاض في درجات الحراره. هنبدا من بكره نلاحظ انخفاض في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه بمعدل بيصل احيانا الى 3 درجات. فلو اليوم تحديدا بنسجل على القاهره في حدود 26 ل 27 درجه هتبدا نلاقي خلال الحاله دي درجات الحراره انخفضت خلال ساعات النهار الى 24 درجه مئويه، ودي تعتبر هي المره الاولى خلال هذا العام او هذا الموسم نسجل فيها درجات حراره بهذا الشكل. طيب بالنسبه كمان، هل مع هذا المنخفض هيكون في رياح مثلا؟ لا، فرص الرياح طبعا الرياح مش هتكون نشطه بشكل كبير، هتكون رياح معتدله بتنشط احيانا كما هو الحال المعتاد خلال الفتره الحاليه. هي الحاله دي فيها عنصرين مهمين، هو تساقط الامطار الكبيره والرعديه وانخفاض درجات الحراره. طب ده هيأثر بشكل كبير على حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط والبحر الاحمر؟ المعتاد حركة الملاحة البحرية بتتأثر بنشاط الرياح، ونشاط الرياح سواء على المناطق الداخلية من الجمهورية أو على البحر الأحمر أو المتوسط بتكون الرياح أغلبها معتدلة زي ما قلنا. فهي الحالة بوجه عام على البحرين هتكون معتدلة، قد تضطرب أحيانا نتيجة تساقط الأمطار أو نتيجة نشاط الرياح النسبي. فنقدر نقول أنه أقصى ارتفاع للموج ممكن يكون في حدود 2 إلى 2.5 متر. من الوارد على بداية الأسبوع يحدث بعض نشاط الرياح على البحر المتوسط وممكن ترتفع فيه الأمواج إلى 2.5 متر أو ربما أكثر قليلا، يعني مش اضطراب قوي في حركة الملاحة البحرية. حضرتك أخيرا بتقول أن هذا المنخفض تأثيره هيكون ممتد من بكرة إن شاء الله حتى يوم الأحد القادم، صحيح؟ إن شاء الله. إن شاء الله أكيد بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي لإطمئنان على حالة الطقس. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا بقى نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 26 الصغرى 18، العاصمة الإدارية 27 17، الإسكندرية 26 19، العلمين الجديدة 26 19، مطروح 24 20، دمياط 26 21، بورسعيد 26-22، إسماعيلية 28-16، السويس 28-17، العريش 25-17، كاترين 24-8، طابة 25-16، حلايب 30-21، شلاتين 31-21، شرم الشيخ 32-24، الغردقة 32-21، الفيوم 27-16، بني سويف 27-16، الوادي الجديد 28-16، أسيوط 28-14، سوهاج 29-15، قنا 30-15، الأقصر 31-16، وأخيرا أسوان 32-17. يعني خلي بالنا الفترة اللي جاية من بدءا من غدا حتى يوم الحد القادم هيكون كمان في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكمان فرص لسقوط الأمطار خاصة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى القاهرة. عشان كده احنا بنتابع مع حضراتكم أكيد بشكل يومي حالة الطقس، لكن خلونا دلوقتي نتابع معاكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه النهاردة هيشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات يوم المدن العالمي 2024 بمحافظة الإسكندرية من داخل مكتبة الإسكندرية بحضور 6 وزراء، وبيعقب حضور المنتدى تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لعدد من المشروعات بالمحافظة. وبيأتي يوم المدن العالمي في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 من مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، وبيقام هذا العام تحت شعار الشباب يقودون العمل المناخي من أجل المدن. النهاردة يبدأ بعد منتصف الليل تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وبيبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوي الخميس الأخير في الشهر الجاري، وبكده بيكون تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة وفقاً للقانون رقم 24 لعام 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وهيتم العمل بالتوقيت الشتوي. النهاردة هيشاهد جمهور مهرجان آفاق على مسرح الهناجر العرض المسرحي موعد على العشاء في مسابقة العروض الطويلة بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته 10 دورة الفنان نور الشريف اللي بتقام على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل، وبتبدأ العروض في 7 مساء بالمجان.
صراع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت الأخبار هناك يعني مشتعلة ما بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، ما بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس. لسه تغطيتنا اليومية مستمرة، عندنا طبعا أسئلة واستفسارات كتير عايزين نسألها، نتعرف على طبيعة هذه الانتخابات، هذا الحدث العالمي الكبير. النهاردة عاوزين نسأل ونستفسر عن طبيعة الكتل التصويتية في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. مين اللي عنده السيطرة، مين اللي عنده الاستحواذ عليها، ايه كمان الولايات اللي بيستحوذ عليها الحزب الديمقراطي، ايه الولايات اللي بيستحوذ عليها الحزب الجمهوري، مين من الولايات المتأرجحة اللي هتحسم المعادلة اللي ممكن يكون فيها يعني القول الفصل. صحيح. في إرساء احد الـ يعني النتائج على احد المرشحين، وخصوصا مع بدايه كمان التصويت المبكر. لتفاصيل اكتر خلونا نرحب بضيفنا الموجود معانا عبر تطبيق سكايب من الولايات المتحده الامريكيه، احمد محارم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. صباح الخير. اهلا بيك. في البدايه كده حابين نعرف منك شرح مختصر، نفهم ازاي من خلالته او من خلاله طبيعه كمان خريطه الكتله التصويتيه للولايات المتحده الامريكيه، وايه الولايات اللي بيسيطر عليها كل حزب، الحزب الجمهوري مع مرشحه دونالد ترامب، وكمان الحزب الديمقراطي اللي مرشحته هي كاميلا هاريس. صباح الخير، التحيه والتقدير. تعود الشعب الامريكي منذ بدايه يعني تاسيس الدوله ووجود حزبين رئيسيين بيسيطروا على الموقف العام لاختيار الرئيس القادم، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. الديمقراطي بينظر اليه باللون الازرق، الجمهوري بينظر اليه باللون الاحمر. من فتره لفتره ومن انتخاب لاخر بتتفاوت اراء ومزجه الشعب الامريكي نظرا لطموحاته وما استطاعت ان تقدمه له الرئاسه السابقه، سواء كانت جمهوريه او ديمقراطيه او جمهوريه. الحقيقه للاسف الشديد هذه الانتخابات تختلف عن اي انتخابات سابقه، لانه بعض الناس اصبحوا توجههم يختلف تماما، يعني ممكن يكون هو منتمي للحزب الديمقراطي ولكن اداء الحزب الديمقراطي لم يحقق له طموحاته، فممكن جدا يكون ديمقراطي ويصوت للحزب الاخر. هذه المره الانقسام اللي حاصل في الشارع الامريكي، يمكن اداء الحزب الديمقراطي في الاربع سنوات الماضيه على المستوى الداخلي لم يرضي طموحات المواطن الامريكي على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي كمان انغمست امريكا في حربين اكثر من سنتين ونص دلوقتي، دعم اوكرانيا في حرب روسيا ضدها، واكثر من سنه وشهر في حرب غير مبرره اسرائيل على قطاع غزه، وامتدت الى حربها على لبنان. هذا بيستنزف كثير جدا من اموال الناخب الامريكي، وبدات كثير جدا من المطالبات تقول احنا دافعي الضرائب ليس لنا ذنب ان احنا ندفع هذه الاموال، وتكون صوره امريكا الذهنيه امام العالم مشوهه، ويبدا العالم يكرهنا. كمان 40% من الكتله التسويقيه التسويقيه بتكون من الشباب. الشباب معظمهم من طلبه الجامعات، لاول مره كانت مظاهراتهم الحقيقه صاخبه هذه المره. والاعتقالات اللي حصلت بالنسبه لهم الجائحه من قبل قوات الشرطه، وايضا المحاكمات اللي تمت لثلاثة أربعة من رؤساء الجامعات الكبرى في امريكا، ده خلى الشباب يبقى عنده نوع من الغضب من ناحيه والاهتمام بالسياسه من الناحيه الاخرى. كون احنا عندنا ولايات يقولوا عليها ديمقراطيه، ولايات يقولوا عليها ديمقراطيه او جمهوريه، بدات الصوره تختلف. اولا في ناس من بعد جائحه كورونا اصبحت بتتنقل من ولايات لاخرى نظرا للظروف الاقتصاديه، وبالتالي الكتله التسويقيه العاديه لا يمكن ابدا ان يعول عليها. نيجي نقول الولايات المتارجحه، نقول ولايات متارجحه حوالي سبعه، اهم ولايه فيهم بتحسم الموقف هي ولايه ميتشيغان، فيها جاليه عربيه ومسلمه عددها كبير وتاثيرها قوي، لانها ذاقت الامرين في 2020 لما كتله العرب والمسلمين في الداخل الامريكي ومينلي تاسيسا او تحديدا في ميتشيغان وقفوا مع بايدن، وقفوا مع الديمقراطيين. وغالبا طول عمر الجاليات الاقليه العربيه والمسلمه بتوقف مع الجانب الديمقراطي. في النقطه دي تحديدا يا استاذ احمد، الجاليات العربيه والمسلمه هناك في الولايات المتحده الامريكيه، دونالد ترامب ليه تغريده
على موقع اكس كان بيقول يعني during my administration we had peace in the Middle East and we will have peace again very soon. احنا كان عندنا في فترة ولايتي للولايات المتحدة الأمريكية كان عندنا سلام وسنسعى إلى تحقيق السلام مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو قال إن هو I will fix the problem caused by the Kamala Harris and Joe Biden and stop the suffering and the destruction in Lebanon. وحنوقف كل المشاكل اللي كان بسببها جو بايدن وكاميلا هاريس. فكرة اللعب على هذه الكتلة التصويتية الكتلة العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ولاية ميشيغان شايفة إزاي؟ الحقيقة كلا المتنافسين الجمهوري والديمقراطي بيحاولوا بقدر الإمكان يستخدموا تأثير قوى يمكن كان تأثيرها مش ظاهر في الفترة السابقة لأسباب معينة، لكن في خلال هذه الحرب على غزة من قبل إسرائيل أظهرت قد إيه في غضب، طبعا غضب عام من قبل الجمهور الأمريكي وغضب خاص وبحد من قبل الجاليات العربية والمسلمة، إن الجمهوريين عندهم أمل في أن يكون يستغلوا هذه النقطة ويحاولوا يفوزوا على الديمقراطيين. الديمقراطيين فشلوا في إقناع الجانب العربي والمسلم اللي هو دعمهم في الأربع سنوات السابقة، وكان دعمه لإسرائيل واضح جدا ومفتوح. ولكن أيضا بينظر حاليا يعني مثلا ترامب بكرة، يعني بكرة بتوقيتنا احنا، ولكن يعني يعتبر بتوقيت مصر حوالي الساعة يمكن لما يكون 8 الصبح عندنا يكون عندكم 3 العصر، في تجمع كبير في منطقة من مناطق نيويورك المكتظة جدا بالجاليات العربية وأساسا الجالية اليمنية، يعني عشان ترامب يجي في معقل الديمقراطيين وفي مدينة زي نيويورك ويخاطب الجالية، هو بيحاول بقدر الإمكان أنه يكسب أو ينتزع بقدر الإمكان أي نوع من الأصوات. ولكن الحقيقة بقت الجالية العربية عندها نوع من الحرص الشديد، أنه كان في كلام كتير النهاردة مع قيادات الجالية العربية، هل نروح ولا ما نروحش؟ الحقيقة الجماعة اليمنيين قدام في الجالية العربية، فمنهم من هو متردد في الحضور ومنهم من هو يريد أن يحضر لكي يحضر أو يحرج ترامب من خلال توجيه بعض الأسئلة الحرجة له. طيب طبعا يعني احنا يمكن متابعتنا خلال الفترة اللي فاتت، وطبعا احنا ايام قليلة بتفصلنا عن الانتخابات او نتيجة الانتخابات الرئاسية، خاصة ان هناك طبعا تأرجح ما بين كامل هاريس اللي مهتمة ببعض القضايا الخاصة بالاجهاض وغيرها كمان من الهجرة، ولكن ترامب مهتم اكتر بمعالجة التضخم وغيره من المشاكل الاقتصادية اللي كانت بتعاني منها امريكا على مدار الاربع سنوات لحكم بايدن، وبيعتبر كامل هاريس هي امتداد ليه بشكل كبير. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا احمد محارم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على المتابعة معنا. النهاردة ذكرى رحيل واحد من الشخصيات الوطنية، الشخصيات البارزة، أمين هويدي اللي جمع ما بين العمل العسكري والعمل الاستخباراتي في أهم فترة من فترات مصر. هويدي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ووزير الحربية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ترك بصمات قوية جدا في الدفاع عن مصر وقت العدوان الثلاثي سنة 1956، بعدها في قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية تحديدا بعد نكسة 67 دينا. صحيح، مش بس كده، هويدي كمان كتب كتير عن تجربته دي في كتب بتوثق الأحداث اللي عاشها زي كتابه كنت سفيرا في العراق وغيره. تحل اليوم ذكرى وفاة السياسي والعسكري المصري البارز أمين هويدي الذي شغل منصب رئيس المخابرات العامة ووزير الحربية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. عبر مسيرة حافلة بين العمل العسكري والمخابراتي، ترك هويدي بصمة مميزة في التاريخ المصري، خاصة من خلال دوره في وضع خطط الدفاع عن بورسعيد وعن القاهرة أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. كانت ثقة عبد الناصر به كبيرة لدرجة أنه اختاره ليتولى قيادة المخابرات العامة ووزارة الحربية بعد نكسة يونيو 67 ليكون أحد القادة الذين حملوا مسؤولية إعادة البناء العسكري.
اعتمد الرئيس عبد الناصر على هويدي في عدة مهام خارجية هامة، من بينها الإشراف على الاستفتاء الشعبي للوحدة مع سوريا وتعيينه سفيراً لمصر في العراق خلال فترة حكم الرئيس عبد السلام عارف، وهي تجربة وصف هويدي نفسه في كتابه كنت سفيراً في العراق بأنها كانت غنية بالأحداث والمفاجآت. انضم هويدي إلى تنظيم الضباط الأحرار وهو حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية أركان حرب المصرية وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان الأمريكية، إلى جانب ماجستير في الصحافة والترجمة والنشر من جامعة القاهرة، وقد عمل مدرساً في الكلية العسكرية وأستاذاً في كلية الأركان، كما شغل منصب رئيس قسم الخطط في العمليات العسكرية بقيادة القوات المسلحة. تحت قيادته نفذت المخابرات العامة المصرية العديد من العمليات النوعية، أبرزها عملية نسف الحفار الإسرائيلي في إفريقيا الذي كان متوجهاً إلى سيناء للتنقيب عن البترول، ما يعتبر أحد إنجازات هويدي المهمة في العمل المخابراتي. خلال مسيرته أثرى هويدي المكتبة العربية بمجموعة من المؤلفات التي تناولت قضايا سياسية وعسكرية هامة، من بينها لعبة في الشرق الأوسط والفرص الضائعة وخمسون عاماً من العواصف وحرب 1967 أسرار وخبايا. رحل أمين هويدي عن عالمنا في 31 من أكتوبر عام 2009، تاركاً إرثاً من الإنجازات التي سجلت اسمه بوضوح في تاريخ الحربية والمخابرات المصرية. الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري، فأهلاً بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، أكد خلاله الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات ما بين البلدين، مشددين على التزامهما بدفع التعاون المشترك في مختلف الملفات. وبخصوص قضايا القارة الأفريقية، أكد الرئيسان مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون ما بين دول الإقليم وترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول، كما تم التطرق إلى الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر وسبل ضمان استقرار وسلامة الملاحة البحرية. ناقش الرئيسان كذلك تطوير التعاون ما بين دول القارة وفي إطار الاتحاد الإفريقي. تنطلق اليوم فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الأسكندرية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. تشهد الفعاليات جلسات نقاشية موسعة تشارك بها وفود دولية ومحلية، العديد من فئات المجتمع، لدفع مشاركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة. تأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي ضمن استعدادات الدولة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة في دورته 12 بمدينة القاهرة، وذلك في 4 نوفمبر المقبل. أدانت مصر وبأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة بالسودان. أكدت الخارجية مجددا ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان. كما دعت الخارجية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مبادئ إعلان جدة حفاظا على مقدرات الشعب السوداني. كما أكدت الخارجية أن مصر لا تدخر جهدا بالتعاون مع الشركاء لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج من محنته. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان أموس هوكستاين بأن الجيش اللبناني مستعد لنشر قواته بالجنوب. وأضاف ميقاتي أن المطلوب وقف إطلاق النار مع ضمانة أمريكية، مشيرا إلى أنه لا خيار سوى تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 كاملا واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان.
وفي السياق اغتالت وحدات خاصة إسرائيلية أحد عناصر الفصائل الفلسطينية في مخيم طول كرم بالضفة الغربية المحتلة عقب تسللها لأطراف المخيم بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية قبل أن تفتح وابلا كثيفة من الرصاص وتنسحب من المنطقة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن مستشفى طول كرم الحكومي استقبل شهيدا عقب الهجوم. في مدينة قلقلية أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقلية وسط اندلاع مواجهات تخللها إطلاق للرصاص الحي. نفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا صحة تقارير تفيد بتواجد قوات كوريا الشمالية عند الخطوط الأمامية في المواجهة مع أوكرانيا. واتهم السفير الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية اتهم واشنطن ولندن بممارسة التضليل واصفا التقارير عن تواجد قوات كوريا الشمالية في روسيا بأنها أكاذيب مكشوفة. رياضيا، حقق فريق سموح الفوز على ضيفه حرس الحدود بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الممتاز بنسخته الجديدة، ليحصد سموح أول 3 نقاط في افتتاحية الدوري، بينما يبدأ حرس الحدود المسابقة بالهزيمة الأولى. في نفس الجولة تمكن المصري البورسعيدي من تحقيق الفوز على ضيفه طلائع الجيش بهدفين دون الرد. بهذا الفوز حصد المصري أول 3 نقاط له في الدوري، يأتي تاليا لسموحة بشكل مؤقت في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الأولى. نهاية موجز 8، عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. الحفاظ على البيئة هدف عالمي مش هيتحقق إلا بتضافر كل الجهود الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين، وده اللي بتعمله محافظة الإسكندرية اللي أطلقت عدد من الفعاليات للتخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام وحماية البيئة منها. ده حقيقة دينا، الحقيقة الماراثون ده ماراثون ضخم ومهم علشان تنظيف قاع البحر. عايزين نعرف تفاصيل أكتر من دكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية. صباح الخيرات يا دكتور. الإسكندرية يعني رفعت شعار مواجهة البلاستيك أحادي الاستخدام، عاوزين نفهم أكتر أنواع البلاستيك الضارة منها بالبيئة ومخاطر كمان البلاستيك اللي هو بنسميه أحادي الاستخدام. صباح الخير يا فندم، صباح الخير استاذ رجاء، استاذ رجائي، صباح الخير استاذه دينا، وبشكركم على المداخله. احنا الحقيقه في وزاره البيئه بنشتغل في الفتره الاخيره على مكافحه التلوث البلاستيكي لما له من تاثير سلبي على البيئه البحريه والتاثير على الاسماك والكائنات وكل التوازن البيولوجي الموجود في البحار. الحقيقه احنا مش بنشتغل او مش بنكافح التلوث البلاستيكي العام بشكل عام، لكن احنا بنكافح التلوث البلاستيكي اللي جاي من البلاستيك احادي الاستخدام. يعني احنا بنشتغل على منع او تقليل التلوث اللي جاي من اكياس البلاستيك، الكوبايات البلاستيك، زجاجات المياه الغازيه، المعالق، الشوك، كل الحاجات اللي بتشتغل من مره واحده وبيتوقف بعد كده الهدف منها وبتبقى مخلف بعد كده. احادي الاستخدام ده يا دكتور عشان بس اتاكد ان انا فاهم صح، اللي هو مش مخصص لإعادة التدوير، صح كده؟ حتى المخصص لإعادة التدوير هو برضو جزء من الهدف بتاعنا ان احنا نوقف الاستخدام بتاعه، لان كل البلاستيك احادي الاستخدام بيتم استخدامه لعدد دقائق بسيطة وبعد كده بيتحول لمخلف في البيئة. مشكلة البلاستيك انه بيقعد في البيئة مئات السنين ما بيتحللش، يعني بمعنى ان احنا ممكن الزجاج البلاستيكية دي تقعد من 200 ل 300 سنة في البيئة، سواء في البحر او لو اتدفنت في الارض بشكل او باخر. تمام. ما بيتمش اعاده، ما بتتحللش بسهوله. الاكياس البلاستيك كمان تعتبر مشكله كبيره، وعشان كده احنا في وزاره البيئه بنشتغل على اتجاهين. اول اتجاه ان احنا نعمل التوعيه بالمخلفات البلاستيكيه واحاديه الاستخدام،
ومن ضمنها الاكياس البلاستيك وحديد الاستخدام اللي بنستخدمها في التسوق، ان احنا نقلل من الاستخدامات دي بشكل كبير. وده كان الهدف من الماراثون اللي احنا بنتكلم عنه، ان احنا الماراثون ده عباره عن 120 دراجه مع عدد كبير من الشباب المتحمس للمشكلات البيئيه من خلال تنظيم وزاره البيئه، ان احنا نجوب الشوارع. فطبعا ده بيبقى نوع من التوعيه، ان احنا بنقول للمواطنين ان المخلفات البلاستيكيه دي ليها ضرر كبير على البيئه البحريه، وخصوصا ان احنا سكندريين والبحر بالنسبه لنا هو اهم حاجه طبعا. والحاجة الثانية ان احنا في نفس الوقت بنقول لهم او بندعو المواطنين ان احنا نقلل هذه المخلفات البلاستيكية. على التوازي احنا بنشتغل كمان على تنظيف قاع البحر في منطقة الميناء الشرقي عشان نشيل المخلفات التاريخية اللي وقعت في البحر خلال العقود الماضية، قبل ما يبقى فيه وعي وقبل ما يبقى فيه وزارة بيئة بتقدر تحكم الموضوع ده تشتغل عليه. وان كان مازال في بعض التصرفات السلبيه من بعض المواطنين اللي بيكونوا قاعدين على سور الكورنيش مثلا ويرموا المخلفات بعد ما ياكلوا الايس كريم او ياكلوا كشري او ياكلوا اي حاجه بتستخدم فيها علب بلاستيك، وفي الاخر بيروح للميه البحر. الميناء الشرقي دي طبعا اهم واقدم ميناء في العالم، اتبنت 2000 سنه قبل الميلاد، واحنا كان لازم نشتغل على المخلفات الموجوده في القاع لان دي متراكمه في القاع وبتنتج مخلفات او جزيئات كيميائيه نتيجه تحللها سنه ورا سنه. فحتى لو هي مش باينه للناس وموجوده تحت قاع البحر، لكن وزاره البيئه برضو بتعليمات معالي الوزيره ان احنا حتى التلوث لو مش واضح للمواطنين بس ليه اثار سلبيه لازم طبعا نشتغل عليه. طبعا. طيب فضل. يمكن اتفضل. اتفضل. طبعا انا من الواضح ان في تضافر كبير جدا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وايضا كمان منظمات المجتمع المدني لهذه الحمله. دور حضرتك شايف مثلا المجتمع المدني ايه في الفتره اللي جايه علشان يقدر ان هو يكون بيشجع المواطنين على الحد من استهلاك البلاستيك، وكمان مراكز التسوق الموجوده في المنطقه ازاي تساهم في ده؟ بص يا فندم، احنا دلوقتي بنشتغل مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني ان احنا نوفر البدائل للبلاستيك وحادي الاستخدام. بنشوف دلوقتي او بنعمل حملات في بعض مراكز التسوق، يمكن في بعض الصور لو كانت وصلت للاعداد، انه احنا بنوزع من خلال وزاره البيئه ومنظمات المجتمع المدني شنط قماش. الشنط القماش دي بتبقى بتعاد استخدامها مئات المرات، بنوزعها على المواطنين امام عدد من السوبر ماركت عشان ونتكلم طبعا مع المواطنين سواء احنا في وزاره البيئه التيم بتاعنا او الشباب في منظمات المجتمع المدني، بنوعي المواطن، بنديله الشنطه القماش وبنقول له المشكله بتاعه المخلفات البلاستيكيه وحديد الاستخدام وازاي ان هو مطلوب منه انه ما يستخدمش الاكياس دي. على التوازي وزاره البيئه أصدرت قانون 202 لسنة 2020 اللي حط في اللائحة التنفيذية بتاعته، وده قانون خاص بالمخلفات أو إدارة المخلفات، حط في اللائحة التنفيذية في المادة 18 إيه هي المعايير بتاعت استخدام الأكياس البلاستيك وحالية الاستخدام، وإزاي إن إحنا نقللها وبالتدريج نمنعها، وإزاي إن يكون ليها مواصفات خاصة إنها التخانة بتاعت الكيس ما تقلش عن 50 مايكرون، تبقى أشبه بالكيس بتاع الأحذية عشان ما تطرش وتبقى مصدر التلوث في البحار. فاحنا شغالين بالتوازي، اول حاجه التوعيه، تاني حاجه توفير البدائل، ثالث حاجه اصدار القانون. وده اللي احنا بننتهجه في وزاره البيئه. دكتور، هل في اي خطه سواء قصيره الامد او طويله الامد لاشراك المواطنين وخاصه الشباب منهم في الجهود الكبيره اللي انتم بتقومون بها، يعني فيما لو صله بتنظيف المسطحات المائيه، فكره اشراك الناس في هذه الفعاليات في هذه الجهود، يعني الناس هي هتتحول لسفراء ليكم في التوعيه ورفع التوعيه باهالينا؟ بالظبط كده يا فندم، احنا ده اللي احنا عملناه فعلا خلال الثلاث سنين الماضيه. احنا عملنا نفذنا 49 حمله لتنظيف الشواطئ، الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس بننزل على الشواطئ اسكندريه وشواطئ مطروح وشواطئ الساحل الشمالي، بنعمل تنظيف للشواطئ، بنجمع المخلفات الموجوده على الشاطئ، المخلفات كلها بانواعها وبنفرزها، وبعد ما بنفرزها بنقدر نتعرف على اسباب وجودها في المنطقه هناك، وبعد كده بنبتدي نشتغل على الخطط اللي هي تكافح سبب الوجود بتاع هذه المخلفات. بمعنى ان انا لو لقيت مثلا شباك صيد او اخشاب او حاجات جايه من البحر
واترمت وصلت للشاطئ، يبقى انا المفروض اشتغل على الصيد والصيادين والاماكن اللي فيها مراكب. لو لقيت مخلفات اكياس بلاستيكيه وعلب مأكولات او كده، اشوف مين مصدرها في المنطقه وابتدي اشتغل عليه، وابتدي احط الصناديق القمامه قدام هذه المحلات، وابتدي اشتغل على التوعيه. لكن الاهم اللي احنا حسينا بنتيجه كبيره منه وجود الشباب معانا والمدارس في حملات تنظيف الشواطئ دي، لان هم وهم بيجمعوا المخلفات بيبقى هم عندهم الوعي الكافي، وفي نفس الوقت المرتدي بتاع الشواطئ لما بيشوفهم بيعملوا كده ويتكلموا معاهم هو كمان بتوصل له المعلومه باهميه مكافحه التلوث بالقمامه البحريه. طبعا احنا يعني اكيد بنتمنى التوفيق لحضراتكم، واكيد يعني واضح جدا المجهود الكبير اللي بيتم في رفع هذه المخلفات خاصه من قاع البحر، بتحتاج اكيد مجهود جبار. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سامح رياض رئيس الاداره المركزيه لجهاز شؤون البيئه بالاسكندريه. طيب الفقره اللي جايه هي فقره رياضيه بامتياز. امبارح كان في مباراه غايه في الاهميه في دور ال 16 بكاس الرابطه الانجليزيه، ليفربول بيحقق فوز على برايتون بنتيجه 3-2، توتنهام بيفوز على مانشستر سيتي 2-1، نيوكاسل على يونايتد على نيوكاسل يونايتد على تشيلسي بنتيجه 2-0، واخيرا مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 5-2. على فكره في نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، فبتحصل لخبطه يعني. فعلا النهارده نتعرف على تفاصيل المباريات دي من كابتن ابراهيم هلهول مدرب الاتحاد الانجليزي معانا. اهلا بيك وصباح الخير عليك. صباح الخير يا استاذه دينا، صباح الخير يا استاذ رجائي، وصباح الخير يا مصر وتحيا مصر. وكانت المباريات امبارح قمه في الاثاره. انا شخصيا كنت في مباراه، أنا كنت مباراة نيوكاسل هنا في شمال إنجلترا وتشيلسي، مباراة كانت قوية جدا 2-0، كانت مباراة يعني ولا أجمل ولا أمتع، مباراة كانت قوية جدا يا أستاذة دينا. أستاذ رجاء الملعب كان يعني تقريبا كان فول، كان مليان جدا، ما فيش فيه قدم فاضي. لا الكرة الإنجليزية يعني حاجة قوية جدا 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 وحاجة قمة المتعة. طيب عايز أعرف منك في البداية كده، في شفت ازاي تأهل ليفربول لدور الربع النهائي وتألق طبعا الهولندي كودي جاكوبو في المباراة؟ طبعا مباراة ليفربول كانت كلنا بننتظرها طبعا علشان نجمنا الكبير محمد صلاح. مباراة كانت قوية جدا طبعا، برايتون من الفرق القوية اللي انا يعني بحب اتفرج عليها، ولكن كاكبو طبعا كل يوم بيتألق، كل يوم بيزيد يعني في الاحترافيه، وبيروح للكوره عشان الكوره بتحبه جدا، وبيروح يجيب اجوان. وطبعا كاكبو ده نجم كبير، انا على المستوى الشخصي قابلته اكتر من مره. فرقه ليفربول كفرقه كمان دلوقتي بدات تتكامل، يعني تتجانس كلها، يعني بنقولها بالانجليزي كده جيل تجذر، لان طبعا الراجل كمان اللي هو ارني سلوت بيتكلم نفس اللغه، فتلاقي ان في حافز كمان عنده عند فان دايك. لا فرقه ليفربول دلوقتي ماشيه كويس جدا، الكيرف ما شاء الله عالي جدا. مباراه كانت قويه، برايتون مش فرقه سهله، ولكن تم اقصاء برايتون، ويعني النهارده ليفربول هيلعب مع ساوثهامبتون فين؟ في لندن، فهتبقى مباراه قويه جدا في الدور اللي بعد كده يا استاذ رجائي. كابتن ابراهيم، ليفربول هو البطل التاريخي لهذه البطولة برصيد 10 بطولات. محمد صلاح مقدم مردود ولا أروع، بنشوف الصحافة يعني محمد صلاح بيتصدر الصحف الإنجليزية تحديدا. شايف إزاي إسهامات صلاح في هذه البطولة وحظوظ ليفربول في هذه البطولة؟ بص كابتن رجائي، كارباو كاب دوت انا في بعض المدربين مش بتحب تكمل فيه، يعني مش بيبقى هم لهم الاولويات فيه قوي، ولكن هي بطوله في البريمير ليج، هي بطوله موجوده. ايوه برافو عليها. يعني هي بريمير ليج بيبقى رقم واحد، تشامبيونز ليج بيبقى هم مركزين فيه اكتر. لعيب بيلعب عندنا هنا في انجلترا حوالي، كنت بكلم مع حد امبارح، حوالي 200 نقطه 200 دقيقه في الاسبوع، يعني كتير. فهم بيحاولوا ان هم يعني البطوله دي جت ما جتش، بدليل ان مان سيتي ما كانش زي ما حضرتك شفت امبارح، ما كانش الاحسن يعني، وتم اقصائه. ولكن نرجع لليفربول، ليفربول ومحمد صلاح
بقول لحضرتك ايه، محمد صلاح في قمه التالق بتاعه. محمد صلاح النهارده من احسن لعيبه العالم في الارض حاليا. محمد صلاح قمه الـ يعني قمه النضج الكروي اللي هي المنتاليتي العالي قوي. اللعيب عندنا هنا يا استاذ رجاء يا استاذ دينا بيوصل 30 سنه في الكره الانجليزيه بيبقى في قمه مجده، من ملاعب، من سيت اب، من سيستم عالي جدا، الملاعب كلها مليانه عن اخرها كره قدم حقيقيه. فاللعيب بيبدع في الفتره دي. ليفربول صحيح. هم اكتر ناس خدوا البطوله ديت، ولكن السنه دي انا شايفهم ماشيين والكيرف عالي ما شاء الله. ومحمد صلاح اكسكلوسيف لحضراتكم ان شاء الله في صباح الخير يا مصر، هيكمل في ليفربول، مش هيروح في اي مكان تاني. محمد صلاح هيجدد ان شاء الله العقد بتاعه في ليفربول وهيكمل وهيمتعنا كمان وكمان، وهيجيب وهيحصد الالقاب ان شاء الله في المستقبل باذن الله. ده خبر حصري ومهم جدا، لان كان بتتوارد انباء كتير عن رحيله عن ليفربول. طيب خلينا بقى ننتقل من ليفربول نتكلم على اقصاء توتنهام هوتسبير لمانشستر سيتي من دور 16 امبارح. طيب زي ما قلت لحضرتك ان البطوله دي مش بتبقى تيجي يعني مش الاولويه عند المدربين. بيب جوارديولا طبعا كلنا عارفين ان هو اخر موسم ليه، خلاص هيمشي في الصيف اللي جاي دوت، هيترك بعد سنين كتيره مع مان سيتي. فهم مركزين في تشامبيونز ليج ومركزين في البريمير ليج. البطوله دي مش جوائزها مش اكتر حاجه يعني، مش بطوله، ولكن هي بطوله الاتحاد الانجليزي او الاف اي عاملها طبعا ترويجيه علشان السبونسر، وعلشان طبعا كلنا عارفين التي في رايت وي وي وي، ولكن هي مش بطوله مش بتيجي رقم واحد عندهم عند المدربين، ولكن هم بيركزوا اكتر في البريمير ليج. ودي طبيعي ان في كاس، مباراه الكاس اي حد يكمل واي حد يعني يتعطل طبعا. ولكن زي ما احنا شفنا امبارح طبعا كان يعني توتنهام بيفوز على مان سيتي، وانا شايف ان هي مش سهل ان انت تكسب مان سيتي حتى سواء على ارضه او بره ارضه. بس هو على فكره كابتن ابراهيم يعني ملعب توتنهام من لو انا فاكر يعني من 2019 المان سيتي ما كسبش توتنهام باستثناء اخر ماتشين، يعني هو اصلا بيجد صعوبه ان المان سيتي يفوز على توتنهام. المان سيتي الفرقه التي لا تقهر، مان سيتي فرقه قويه جدا، مان سيتي عندهم اكتر من فرقه، عندهم فرقتين ثلاثه، مان سيتي بيب جوارديولا فعلا حظهم وحش مع توتنهام. بالظبط كده. توتنهام يعني هم بالنسبه لهم يكسبوا مان سيتي ان هم خدوا كاس العالم. يعني انت عشان تكسب مان سيتي سواء في مانشستر او بره في اي مكان في انجلترا او بره انجلترا، الموضوع صعب جدا جدا جدا. فرقه متكامله، مدرب معاهم محترم جدا بقى اللي هو غير في كره القدم في العالم كله، استاذ رجائي بيب جوارديولا طبعا مدرب خطير، مدرب قوي جدا. وممكن مع الايام ربنا ويدينا انا وانت واستاذ دينا والمشاهدين العمر، ممكن في يوم من الايام هنشوف بيب جوارديولا مدرب لمنتخب انجلترا. انا حاسس ان هم في يوم من الايام هيجيبوه. الراجل مقيم في انجلترا هنا، راجل عايش في انجلترا اسباني ولكن مقيم هنا، وانا شايف ان الاتحاد الانجليزي ممكن يستعين بيه في المستقبل ان هم ياخدوا بيه كاس العالم. هو براند نيم يعني كابتن ابراهيم، ممكن معلش ممكن تقول تاني معلش؟ هو براند نيم يعني بيب جوارديولا براند نيم طبعا. ايوه ما شاء الله. لا مدرب قوي جدا، انا شفته على المستوى الشخصي، مدرب عنده شخصيه، مدرب جوه الاجريسيف جوه اوضه اللبس يعني بيبقى مدرب عنده شخصيه قويه جدا جوه اوضه اللبس غير لما بتشوفه التلفزيون على الشاشه. لا مدرب صعب جدا ان انت تكسبه. عشان تكسب جوارديولا النهارده، لا انا يعني بسقف طبعا وجود لك التوتنهام ان هم فازوا عليهم وطلعوهم يعني الطريق بعد ارسنال اللي هيلعب بالاس ونيوكاسل لاعب برانفورد هنا عندنا في شمال انجلترا. وطبعا هنشوف كمان توتنهام هيلعب اليونايتد، هتبقى مباراه قويه جدا يعني هتبقى في لندن. ولا اللي جاي هيبقى حاجه قويه جدا ان شاء الله، وهنشوف كوره بقى بكره قدم حقيقيه بجد ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايزين برضو نعرف تفاصيل عن تاهل نيوكاسل يونايتد لدور ربع النهائي بكاس الرابطه الانجليزيه، ده بعد الفوز على تشيلسي بالثنائيه امبارح. لا ده مباراة كانت قوية جدا جدا جدا. نيوكاسل دلوقتي بيصير طبعا بعد الاستثمارات بتاعت الصندوق السعودي، وان هم خدوا النادي وان هم بدأوا يصرفوا على النادي، نشوف النهارده كل الامكانيات متاحة لنيوكاسل. مش ممكن، الملعب مليان امبارح اكتر من 60 70 الف، الملعب فول متقفل. امبارح كان التسيد لنيوكاسل. طبعا تشيلسي حاول اكتر من مرة وراح على ولكن كان المباراه كانت جميله جدا ممتعه، اتفرجنا عليها كلنا وتابعناها. لا نيوكاسل مع ايدي هاو
بيقدموا من السنه دي حاجه قويه جدا وبيقدموا كوره حقيقيه. وانا شايف كمان ان نيوكاسل ان شاء الله ممكن يبقى يعني من التوب 10 السنه دي ان شاء الله، وهيبتدي يحاول ياخد البطوله دي لان هم عايزين ياخدوا بطوله. استاذه دينا بيحاولوا ان هم ياخدوا طبعا بطوله مع ملاك النادي السعودي، يعني ان هم بيحاولوا ان هم يعني جماهير نيوكاسل دي جماهير بتعشق كره القدم. يعني امبارح بصراحه كنت انا موجود انا ويعني واصدقائي وكده موجودين في المباراه، بتقول شفنا كابتن طبعا ان هي كانت اجواء حماسيه وكانت مباراه يعني جميله جدا وممتعه للغايه كمان جدا جدا جدا. عايز اقول لك كمان ان جماهير تشيلسي كانت اخده يعني مدرج كبير جدا، جايه من لندن، جايه بالقطار، حضرت من الصباح الباكر في مدينه نيوكاسل وخشوا المباراه قبلها بساعتين بيغنوا واتبسطوا. لا انا عايز اقول لحضرتك انا بتمتع بالكره الانجليزيه، الكره الانجليزيه دي حاجه يا استاذ رجاء يعني جميله جدا. زي ما انا عشان كده بقول لحضرتك ان استحاله محمد صلاح يسيب كل ده ويروح يبدا في مكان تاني. ده نو واي يعني. ده احنا عارفين ان دي بتبقى انباء كده سكاترد كده بتنتشر قبيل موضوع التجديد، يعني دي حاجه معروفه يعني. طيب اليونايتد تحت قياده طبعا فان نيستل روي شكل تاني، اداء تاني، فايز بخماسيه على ليستر سيتي بكأس الرابطة. شفت وتابعت ماتش ازاي؟ طبعا بداية قوية مع فان نيستلروي ابن هولندا برضو، يعني امبارح الكرة الهولندية امبارح عامل يعني الهولنديين عاملين شغل في انجلترا. فان نيستلروي طبعا نجم كبير، حاضر جاهز واقف على رجله، بدأوا المباراة عايزين طبعا يخشوا بدم جديد. الراجل دخله قال لهم خلاص ننسى اللي فات نبدأ، وكان وفعلا المشكلة في مانشستر يونايتد ان هم اللي عندهم السكاوتنج مش احسن حاجة، كشافين بيجيبوا يعني الريكروتمنت او اللعيبة اللي بتيجي مش هي اللي بتبقى اللي بتقدر تفت او تقدر تبقى موجودة معاهم جوه الفرقة وتكمل معاهم في تقريبا لثالث موسم على التوالي يعني. كابتن ابراهيم بص يا استاذ رجائي، بيصرفوا فلوس كتيرة جدا، احنا بنتكلم في 400 مليون 500 مليون يعني الملاك الامريكان بتوع مان يونايتد بيصرفوا ما بيهمهمش عشان ياخدوا البطولات ويرجعوا تاني في العهد القديم، ولكن للاسف مش ماشيه الدنيا. وزي ما انت شايف حضرتك مان سيتي مسيطر في انجلترا، ولكن فان نيستلروي ممكن ممكن الراجل يعني يبقى هو رقم واحد ويبتدي يكمل ويبتدي يشتغل مع الفرقه ويبتدي يوقفهم على رجليهم وياخدوا بطوله برضو. يعني الكاس النهارده كاس الكاراباو دوت يا استاذ رجاي استاذ دينا متاح لاي حد، اي حد ممكن ياخد البطوله دي ان شاء الله. هو دائما وابدا يعني الكره الانجليزيه يعني هي ليها رونقها وليها متعتها. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم هلهول مدرب بالاتحاد الانجليزي، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. أيام قليلة بتفصلنا عن استضافة القاهرة لفعاليات الدورة الـ 12 النسخة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي أوف 12 اللي بينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات بالتعاون مع الحكومة المصرية برعاية دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إلى جانب وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. الحدث هيكون في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 دي. صحيح، امبارح كمان تم الإعلان عن انتهاء كافة المحاور والاستعدادات اللي هنعرف تفاصيل أكثر عنها من ضيفنا اللي منورنا السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. حابين نعرف من حضرتك أهم يعني الاستعدادات اللي قمتوا بيها على الاستعداد لهذا المنتدى، وهو يمكن من أهم القمم أو المنتديات اللي هتقوم بيها بعد طبعا كوب 27 اللي كان موجود في شرم الشيخ مؤتمر المناخ. الاستعدادات بدات من بدري، من اول ما وقعنا اتفاقيه الاي ال اي او بيسموها الاتفاقيه اللوجستيه مع الهابيتات في مايو 23، تم تشكيل بقى لجنه عليا برئاسه معالي رئيس الوزراء ومجموعه من اللجان الفرعيه واللوجستيه والفنيه والمبادرات. خرجنا بتصور ازاي نتعامل لتنفيذ هذا الاتفاق. اجتمعنا مع عدد كبير من الوزارات المصريه، كل الوزارات المصريه مشتركه على فكره، صح. بس في المقدمة برضو نقدر نقول وزارة الإسكان إلى جانب وزارة التنمية المحلية، الخارجية، الدفاع، الداخلية، كل وزارات الشباب والرياضة إلى جانب برضو بعض الهيئات الأخرى زي التحالف الوطني
للعمل الاهلي اللي بيتولى مسائل تدريب الشباب هيئات ووزارات كتيره جدا. كل ده صب في قالب واحد وهو الاستعداد الجاد والمتعمق لاستضافه المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر. معالي السفير، يعني انا عارف ان عهد اليك بهذه المهمه، يعني مهمه شاقه، وحضرتك يعني رجل المهام الصعبه والشاقه زي ما بيتقال. فتره قصيره انجازات عديده، بنتابع كل يوم والتاني يعني اجتماعات في مجلس الوزراء بنناقش اخر الترتيبات والاستعدادات. من اسبوع او 10 ايام او يمكن اكتر شويه، الرئيسه التنفيذيه ليونايتد نيشن هابيتات كانت هنا في مصر. انطباعها ايه عن اخر استعداداتكم لاستضافه هذا الحدث العالمي؟ الاهتمام طبعا عميق جدا من معالي رئيس الوزراء والاجتماعات مستمره. المديره التنفيذيه اللي هي انا كلوديا روسباخ زارت مصر كام يوم، هي موجوده في مصر دلوقتي كمان عشان تحضر يوم المدن العالمي في اسكندريه. صحيح. انبهرت لما راحت زارت المركز المصري الدولي للمعارض والمؤتمرات، وطلعت على يوتيوب قالت كلام غير طبيعي يعني عن مصر وامكانياتها والتنظيم والحضاره المصريه، وابتدعوا الناس انها تسجل للحضور وبتشيد بالترتيبات اللي تمت في مصر. وطبعا قابلت معالي رئيس الوزراء وقابلت الوزراء واتعمل مؤتمر صحفي عالمي. لا، كان رد الفعل ايجابي جدا، وكان فعلا مبهج بالنسبه لنا انها تطلع تقول هذا الكلام على الهواء. يمكن احنا كمان كان لينا باع كبير جدا في المشروعات الخاصه كمان بتطوير العشوائيات وغيرها من المناطق السكنيه والعاصمه الاداريه وغيرها. اكيد في هدف من هذا المنتدى الحضري اللي هيكون موجود في مصر، اهم الاهداف ليه، وهل بالفعل هو كمان من مساعده او نقل التجربه المصريه لبعض الدول الناميه اللي موجوده في المنطقه زي افريقيا وغيرها؟ مصر ليها دور كبير في موضوع التطوير في الفترة اللي فاتت على مدى العشر سنوات اللي فاتوا، خاصة في موضوع المدن الذكية وتطوير العشوائيات، الفسطاط، المنطقة الخديوية، في عمليات كثيرة تمت في مصر الفترة اللي فاتت دي. دي عبارة عن تجارب هنطرحها في خلال المنتدى، تجارب مصرية لإفادة الدول الأخرى. برضو هنتعلم من خبرات الدول التانية اللي عندها خبرات، هنتبادل المنافع في الشركات والمؤسسات والاستثمارات. الجناح المصري في المنتدى هو منتدى داخل المنتدى، يعني من كتر التركيز اللي في هذا الجناح من رجال اعمال المحافظات كلها، 27 محافظه موجوده ممثله بتعرض تجربتها، رجال اعمال كلهم موجودين، في عروض شفهيه، في عروض استثماريه، في شغل كتير جدا في قلب الجناح اتعمل الفتره اللي فاتت دي بجهود الجميع، يعني حقيقي كله اشترك في هذا الجهد. مصر هتعرض تجربتها وامكانياتها ودورها في الفترة اللي فاتت دي على العالم كله، العالم كله هيشاهد التجربة المصرية ومدى نجاحها وهيستفيد منها ازاي. إلى جانب برضو إن احنا نستفيد بشكل مباشر بالمشروعات اللي ممكن يتم الاتفاق عليها مع الدول الأخرى. خاصة إن في جلسات، جلسة خاصة. كنت أقول لحضرتك في عدد كبير من الجلسات، يعني 30 جلسة تقريباً. ده في أولاً حوارات، 6 حوارات كبيرة جداً. في 9 جلسات، في 13 مائدة مستديرة، في 5 منتخيات جماعية. الفعاليات كلها على بعضها حوالي 560 فعالية في خلال الخمس أيام. هو حدث كبير جدا، وكمان في زي ما حضرتك كده برضو تفضلت وقلت المعرض، يعني بنتكلم على مشاركة أكثر من 115 دولة ومنظمة في المعرض. وصل 131 دلوقتي. 131. 131. عدد المشتركين في هذا المنتدى النهارده الصبح 25,000. ده عدد ضخم جدا لأول مرة منتدى حضري على مدى كل المنتديات اللي فاتت يوصل العدد ده. صح، احنا آخر نسخة، النسخة اللي بولندا فاتت أعتقد كانت في بولندا. بولندا صحيح، وكان قبليها كان في أبو ظبي. بالظبط. الماكسيمم أكبر عدد وصلنا له كان 20,000 مشارك. احنا بنتكلم عن 25,000. يعني احنا عدينا كل المنتديات. ده سكور عالي جدا بالنسبة لنا. طيب كان في برضو جلسة تعريفية عبر الإنترنت بعنوان الشباب والطريق إلى أوف 12، بتعرف الشباب إزاي يسجل، إزاي يشاركوا في هذه الفعالية، هذا الحدث العالمي الضخم، دور الشباب في هذا المنتدى. احنا فتحنا الكول للشباب إنها تقدم كمتطوعين
بمساعدة التجمع الوطني اللي عمل الأهلي التنموي، التحالف الوطني اللي عمل الأهلي التنموي، التحالف الوطني. وإحنا أول يوم اتفتح الكول اتقدم 1000 واحد، مش التحالف بس، كمان الأكاديمية الوطنية للتدريب. ما الأكاديمية جزء من التحالف، في داخل التحالف هي مجموعة عاملة تحالف نفسه. قدم أول يوم 1000 واحد، إحنا وصلنا العدد لحوالي 2600 مصري تقدم، وحوالي 26 مواطن أجنبي تقدم برضو من دول مختلفة، وإحنا كنا محتاجين 900 بس، فعملنا عملية فرز واخترنا 900، اتعمل لهم برنامج تدريب. وزارة الشباب والرياضة ساعدت جدا في هذا الموضوع. في بعضهم اللي مقيم خارج القاهرة تم تسكينه في مركز شباب الجزيرة ومراكز أخرى. اتعمل لهم عمليات تلقين مستمرة الفترة اللي فاتت، هم ليهم دور حيوي جدا. أولا الخبرة اللي هيكتسبوها من هذا المنتدى هيبقى ليهم دور في الاستقبال في المطارات، في المساعدة في داخل المنتدى، في الفنادق، في تنظيم الناس في الدخول، في التسجيل، يعني ده خبرات عالية جدا. وفي الآخر هياخد شهادة من احنا بنقول الاي دي المنودية التنفيذية ان هو ده شارك في هذا المؤتمر الدولي. كان في حرص شديد يعني على ان الناس كلها تشارك. ففعلا في دور للشباب مهم جدا. ونفس الجلسات فيها حاجة عن الشباب والأطفال. يعني الجلسات والمائدة المستديرة والمائدة دي كلها فيها بند عن الشباب والأطفال. عشان الناس تعرف يعني ايه الحضري، مش مجرد معمار. بالظبط. المعمار ده مرتبط بالبشر، بالإنسان، بناء الإنسان نفسه. الإنسان ده في كبير السن وفي الشاب وفي الطفل وفي ذوي القدرات. كل ده بيندمج في بعضه عشان نطلع بصورة الصورة الحضارية. لأن العالم كله متخيل احنا في ناس بتنتقل من القرى للمدن، النقلة دي ايه تأثيرها على المدينة؟ أو بيسموحنا التحضر السريع، هل ده هيعمل عشوائيات؟ هل ده هيعمل مشاكل بطالة؟ تأثير النقلة السريعة ازاي؟ هذا البرنامج يعالج النقلة السريعة بشكل حضاري ويجهزها للمستقبل بحيث ما يكونش فيها مشاكل. ده الفكرة الأساسية يعني. وده اللي بيخليني أطرح السؤال ده دلوقتي، يعني إيه الفرق ما بين هذا المنتدى والفارق عن المنتديات السابقة في الدول الأخرى؟ إيه اللي معني هذا المنتدى بيه، وأهم الأهداف اللي حضراتكم بتركزوا عليه إن احنا نخرج منه يكون مخرجاته مهمة جدا في هذا الإطار؟ اللي يختلف هذا المنتدى في أنه أول مرة يعقد في مدينة عدد سكانها يزيد عن 20 مليون، لم يسبق 120 مليون القاهرة يعني أول مرة في تاريخ المنتديات اللي فاتت دي. كان كل 3 مليون 2 مليون أول مرة 20 مليون. أنا عايز بس أوضح فكرة إن هذا المنتدى اللي بتستضيفه المدن، فمدينة القاهرة هي الأساس هي الأساس. عشان كده محافظة القاهرة والمحافظة فعلا للأمانة برضو الواحد بيعرض الناس اللي بشغل بشكل إيجابي عاملين دور فعال جدا. طيب. عاملين أسبوع القاهرة الحضري متبرعين ب 120 باص للمشاركين، وعاملين لهم نقاط التقاء ونقاط تجميع وبعتين معانا مجموعه كبيره جدا من المنسقين. عاملين شغل هايل بصراحه، حتى ما نسوش ذوي الهمم كمان، يعني خصصوا باصات خاصه ليهم لنقلهم للمكان، في باصات خاصه ليهم، وفي بتعمل لهم مداخل خاصه واماكن خاصه في الحمامات والحاجات دي. كل ده اترتب برضو حتى في المناره كمان، يعني كل هذا الدور لذوي القدرات. فتميز هذا المنتدى في محافظة القاهرة اللي تزيد عن 20 مليون تميزه في مصر ان العدد وصل ل 25 ألف مشارك. تميزه ان الفعاليات اللي الطالب لما تعرض الفعاليات دي زي حاجة زي السينما الحضرية والتدريب وتوطين أهداف التنمية والحاجات دي كلها. كانوا الناس اللي اتقدم 1100 مشروع، وده أعلى 1100 في تاريخ الوف. 1100 مشروع 1100 مشروع أطروحة يعني؟ مش مشروع مشروع حضري. يعني زي السينما الحضرية، الناس بتعرض المدن اتطورت ازاي في السينما الحضرية، حاجات من هذا القبيل يعني. 1100 واحنا كنا محتاجين 523 او حاجة زي كده. لا اللي حصل في كاتوفيتسا بولندا، ولا اللي حصل في ابو ظبي، ولا حصل وصل لهذا العدد. عدد المشاركين من اوروبا حوالي 230 في هذه الفعاليات، عدد احنا كاسرين كل الاعداد في هذا المنتدى. ده يعني بيقول قد ايه اهميه وقوه ان احنا نعمل براندنج، ان احنا نعمل تسويق قوي جدا الى هذا الحدث، وده النتيجه الفعاله. يعني زي ما بيقولوا كده دائما وابدا الارقام ما بتكذبش، سواء على اعداد المشاركين، سواء على الناس اللي هم كان عندهم تفاعل
مع هذا الحدث حضرتك طبعا والفريق الكامل الخاص بالتنسيق لهذا العمل. من الأهمية أن مصر أكيد طبعا الدولة المصرية تستفيد من هكذا عمل ومن هكذا حدث عالمي لإرسال رسائل محددة. إيه الرسائل اللي بتسعى الدولة المصرية لإيصالها من هذا الحدث العالمي؟ في جلسة خاصة عن مصر من ضمن الجلسات، وفي جلسة أو مائدة مستديرة للوزراء الأسكان الأفارقة. تمام. الجلسة الخاصة عن مصر، مصر بتعرض فيها إمكانياتها وتجربتها واللي عملته خلال الفترة اللي فاتت دي. فدي أول رسالة، إن أنا بعرض تجربتي للعالم، أنا عملت كذا ولو عايزين تستفيدوا منها. نتكلم على حياة كريمة وعن كل حياة كريمة ومليون صحة وتطوير العشوائيات والفسطاط والمنطقة الخدوية والأسمرات، كل ده على فكرة في رحلات، في زيارات فعلا، في زيارات ميدانية هتتعمل لهذه الأماكن بمعدل زيارتين كل يوم لأماكن مختلفة. في زيارات ثقافية، ناس تروح تشوف الأماكن الثقافية في مصر، مش مجرد برضه أماكن الحضارية. في زيارات سياحية، يعني في ترتيبات اتعملت على كل المستويات، اللي يجي يطلع بانطباع عن مصر شكله ايه. مصر هتوصل رسالة بإنجازاتها وإمكانياتها، مصر هتعرض تجربتها في العالمين، في العاصمة الإدارية الجديدة، القرى الذكية، والعالم اللي هيجي هيشوف هذا الكلام وهيستفيد منه ازاي وازاي هنسوقه. ما ده اللي خليني اطرح على حضرتك السؤال ده، انه الفرص الاستثماريه اللي هيتم الاعلان عنها، وكمان احنا عندنا استراتيجيات للوطنيه الخاصه بالمشروعات التنمويه، ازاي هنقدر نحصل على التمويل لاستكمال هذه المشروعات من خلال طبعا هذا المنتدى؟ هي المساله مش تركيز على تمويل بشكل اساسي، عرض المشروعات واستكمالها. يعني هو طبعا في بعض الحاجات داخل فيها، زي مثلا اطلس المدن المصريه اللي هيتعمل كمبادره، في المبادرة للمدن الخضراء والمدن الذكية، في بعض المبادرات هتطرح، وفي بعض الجوائز هتطرح برضو في نفس في المعرض. هتعمل ثلاث جوائز للمشروع الأكثر ابتكارا والأكثر استدامة والأكثر إبداعا. يعني المشروع طبعا اللي كله عارف الاستدامة يعني إيه، الحاجة اللي تستمر لفترة طويلة بدون ما نهلك الأساسيات. يعني ده بشرح مبسط، يعني بيسموها sustainability. ففي جوائز طالعه، احنا عايزين نطرح تجربتنا ونستفيد من تجارب الاخرين ونسوق نفسنا. ده مهم جدا، عمليه التسويق خاصه في مائده مستديره للوزراء الاسكان الافارقه. ودول قبل كده في عندنا تجارب، شركه البقولين العرب عملت شغل بره كتير جدا في افريقيا، وانا حضرت شركه مصر زمان على ما اتذكر، واحنا شباب. يعني في شركات كتيرة اشتغلت في هذا المجال. دي فرصة دلوقتي انك تسوق شغلك لهذه الشركات وهذه الدول، خاصة ان عدد المشاركين من الدول الافريقية كتير جدا، يعني تقريبا معظمهم جايين، معظم في دول بعت وزيرين وثلاثة، عدد الوزراء اللي حاضرين حوالي 134 وزير، يعني ده عدد كبير جدا. من طبعا ده غير النواب رئيس الوزراء وغير الرؤساء اعداد. يعني عارف ان انتوا طبعا حضرتك كرئيس للمكتب التنسيقي لهذا الحدث العالمي بتبذلون يعني اقصى جهد ممكن وجهد مشكور. احنا بنشكركم يعني جدا، بشكر حضرتك طبعا بصفه شخصيه معالي السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الاثني عشر. ان شاء الله طبعا احنا بنطمح، وانا متاكد ان احنا هنشوف نسخه طريق بالدولة المصرية. شكرك، شكرا جزيلا معالي السفير. ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا لك يا فندم. ميرسي صدق. تحت سماء أهرامات الجيزة الخالدة انطلقت النسخة الرابعة من معرض الأبد هو الآن للفن المعاصر، في حضور 12 فنان عالمي من الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، علشان يقدموا رؤى فنية مختلفة. ده حقيقة دينا. المعرض بيجمع بين عراقة التاريخ وحداثة الإبداع بأعمال فنية مستوحاة من رمزية الأهرامات، عشان نقدم تجربة بتدمج ما بين الماضي والحاضر يا دينا. كمان المعرض بيضم فنانين من دول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وبلجيكا، وده بيعكس ثراء ثقافي بيعزز مكانة مصر كمركز عالمي للإبداع. على
على خلفية أهرامات الجيزة العريقة يجتمع 12 فناناً من الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم في النسخة الرابعة من معرض الأبد هو الآن، حيث يتحول الموقع الأثري إلى ساحة إبداعية تحتضن الفن المعاصر، ويسعى المعرض إلى تذويب الحدود بين الماضي والحاضر من خلال تقديم تركيبات فنية فريدة تستلهم رمزية الأهرامات وتعيد تفسيرها برؤية فنية حديثة. افتتاح المعرض اقتصر على جولة خاصة للإعلاميين من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وأتيح لهم الاطلاع عن قرب على الأعمال الفنية المعروضة مع شروحات تفصيلية من الفنانين المشاركين حول أفكارهم وأعمالهم النحتية الضخمة. وسجل المعرض حضوراً جماهيرياً واسعاً اجتذب زواراً من شتى أنحاء العالم. يتميز معرض الأبد هو الآن بتنوعه الثقافي، حيث يشارك فنانون من المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبلجيكا ولبنان وفرنسا ومصر والهند واليونان وإسبانيا وكندا، بالإضافة إلى خلفية الأهرامات. وبالتالي يشكل التاريخ العريق عنصراً تفاعلياً في التجربة، مما يسمح للزوار بأن يعيشوا تجربة الاستكشاف الأثري المعاصر بين الماضي والحداثة. ويشكل المعرض جسراً فنياً بين مصر والعالم، ويبرز مكانتها كمركز ثقافي عالمي من خلال استضافة فنانين متنوعين، ويجذب الاهتمام الدولي مع توافد الزوار من مختلف القارات للاستمتاع بتجربة فنية فريدة في موقع من عجائب الدنيا، ويتم من خلاله فتح حوار عالمي حول التراث والمعاصرة. وقد أصبح المعرض وجهة دولية يتهافت عليها الزوار، ويحجز الكثيرون رحلاتهم الجوية قبل وقت طويل لضمان حضورهم هذا الحدث الفني. ويحرص المعرض على استضافة فنانين يقدمون إبداعات تعيد تصور الأفكار التقليدية بوسائل معاصرة تشمل النحت والرسم وحتى التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، ليعكس أصواتاً متنوعة تعزز الحوار الفني العالمي وتجسد الرابط بين الثقافات. التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري، فأهلاً بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيل، أكد خلاله الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات ما بين البلدين، مشددين على التزامهما بدفع التعاون المشترك في مختلف الملفات. وبخصوص قضايا القارة الأفريقية، أكد الرئيسان مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين دول الإقليم وترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول. كما تم التطرق إلى الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر وسبل ضمان استقرار وسلامة الملاحة البحرية. ناقش الرئيسان كذلك تطوير التعاون ما بين دول القارة وفي إطار الاتحاد الأفريقي. تنطلق اليوم فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الأسكندرية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. تشهد الفعاليات جلسات نقاشية موسعة تشارك بها وفود دولية ومحلية والعديد من فئات المجتمع لدفع مشاركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة. تأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي ضمن استعدادات الدولة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة في دورته 12 بمدينة القاهرة في 4 نوفمبر المقبل. أدانت مصر وبأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة بالسودان. وأكدت الخارجية مجددا ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان. كما دعت الخارجية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مبادئ إعلان جدة حفاظا على مقدرات الشعب السوداني. كما أكدت الخارجية أن مصر لا تدخر جهدا بالتعاون مع الشركاء لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج من محنته. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان أموس هوكستاين
بأن الجيش اللبناني مستعد لنشر قواته بالجنوب. وأضاف ميقاتي أن المطلوب وقف إطلاق النار مع ضمانة أمريكية، مشيرا إلى أنه لا خيار سوى تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 كاملا واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان. تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف العنيف خاصة على طول الحدود. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مراكز قيادة ومنشآت لحزب الله على مدينتي بعلبك في شرق لبنان والنبطية في الجنوب. من جانبه أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مستوطنتي جشر زيف وكريات شمونة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2882 لبنانيا وإصابة 12937 منذ بدء العدوان الإسرائيلي. اغتالت وحدات خاصة إسرائيلية أحد عناصر الفصائل الفلسطينية في مخيم طول كرم بالضفة الغربية المحتلة عقب تسللها لأطراف المخيم بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية قبل أن تفتح وابلا كثيفة من الرصاص وتنسحب من المنطقة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن مستشفى طول كرم الحكومي استقبل شهيدا عقب الهجوم. في مدينة قلقيلية أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية وسط اندلاع مواجهات تخللها إطلاق للرصاص. نفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا صحة تقارير تفيد بتواجد قوات كوريا الشمالية عند الخطوط الأمامية في المواجهة مع أوكرانيا. واتهم السفير الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية اتهم واشنطن ولندن بممارسة التضليل، واصفا التقارير عن تواجد قوات كوريا الشمالية في روسيا بأنها أكاذيب مكشوفة. أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون حضر اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. وحسب وكالة الأنباء الرسمية قال كيم خلال الإطلاق إن هذا الاختبار هو عمل عسكري مناسب يلبي تماما هدف إبلاغ من وصفوهم أو وصفهم بالخصوم بعزمنا على الرد المضاد. وأفادت سول أن كوريا الشمالية أطلقت أحد أقوى صواريخها الباليستية في أول اختبار أسلحة لكيم يونغ أون منذ اتهامه بإرسال جنود إلى روسيا. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. النهاردة بنحيي ذكرى ميلاد المشير محمد حسين طنطاوي أحد أبرز القادة العسكريين في تاريخ مصر الحديث، واللي لعب دور محوري في لحظات مفصلية بدءا من قيادته في معركة المزرعة الصينية بحرب أكتوبر 1973 وحتى قيادته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في من أدق وأصعب الأوقات اللي مرت بيها البلاد في ثورة يناير. ده حقيقة دينا. سيادة المشير طبعا رحل عن عالمنا وترك وراء إرث عسكري ووطني حافل بيشهد على مدى التزامه بالدفاع عن أمن واستقرار مصر عبر مسيرة طويلة من التضحيات ومسيرة طويلة من العطاء. خلونا نشوف. مشير حسين طنطاوي هقول كلمة كان دايما يقولها، يقول يا أنا ماسك جمرة نار في إيدي. هو كان بيقول كده، بتولع إيديا ومش قادر أسيبها، لو سبتها هتحرق الدنيا. ده حقيقة الشعور اللي عاش بيه على الأقل فترة السنة ونص اللي كان المجلس العسكري بيتولى فيهم المسؤولية. تحل اليوم ذكرى ميلاد المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، الذي عرف برجل الأقدار لدوره الفريد في لحظات مصيرية من تاريخ مصر.
كان المشير طنطاوي شاهدا على العديد من الأحداث البارزة التي رسمت ملامح التاريخ المصري الحديث. من أبرز محطات حياة المشير طنطاوي معركة المزرعة الصينية التي تعتبر من أقوى المعارك في حرب أكتوبر عام 1973، وتم توثيقها في العديد من الكتب والوثائق المصرية والإسرائيلية. اديت أوامر لقادة الوحدات الفرعية قادة السرايا إن كل الأسلحة بتاعة الكتيبة والمدفعية والهون وجميع الرشاشات حتى الأسلحة المضادة للطائرات وجهتها في اتجاه الثغرة، وقلت مفيش أي واحد يفتح النيران إلا بطلقة إشارة حمراء مني أنا شخصيا. قاد المشير طنطاوي الكتيبة 16 مشاة التي بدأت مهامها في 6 أكتوبر، مستهدفة الاستيلاء على رؤوس الكباري شرق القناة وتدمير المواقع الإسرائيلية. امتدت معركة المزرعة الصينية لساعتين ونصف، حيث يروي المشير طنطاوي كيف تمكنت قواته من إرغام العدو الإسرائيلي على سحب خسائره بعد مقاومة عنيفة. وقد كان بعد ما اقترب العدو ديت طلقة الإشارة وفتحت جميع أسلحة الكتيبة على القوات المظلية للعدو، وكانت المعركة في طوال 2.5 ساعة إلى أن بدأ النهار. ومن حسن حظ القوات الإسرائيلية أن الضباب خلى تركيز النيران عليهم في الصباح ما هواش بالكفاءة الكافية، مما أمكنهم من سحب خسائرهم وبعض من تبقى على قيد الحياة. وفي مرحلة حرجة أخرى تولى المشير طنطاوي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير عام 2011، حيث تحمل مسؤولية البلاد وسط ظروف معقدة وتمكن من الحفاظ على استقرار الوطن وحماية الشعب المصري في تلك الفترة الصعبة. على مدار مسيرته العسكرية شغل المشير طنطاوي عدة مناصب قيادية بارزة، حيث كان رئيس هيئة العمليات وقائد فرقة مشاة، كما شارك في حروب عديدة منها حرب 56 وحرب 67 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73، وقاد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وحصل على نوط الشجاعة العسكري تقديراً لشجاعته، كما عمل ملحقاً عسكرياً في كل من باكستان وأفغانستان. وفي إطار ترقياته العسكرية تولى طنطاوي قيادة الجيش الثاني الميداني ثم قوات الحرس الجمهوري، حتى أصبح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع برتبة فريق. وفي خطوة تكريمية أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك قراراً بترقيته إلى رتبة فريق أول، ثم صدر قرار آخر بترقيته إلى رتبة مشير ووزير الدفاع. شايفتني إن أنا سيد فريع عبد الرب بتكلم عن الفرقة 16 وعن الكتيبة 16، فمعانا قائد الكتيبة 16 سيد المشير حسين طنطاوي، الراجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات. حاز المشير طنطاوي على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها نوط النصر ونوط المعركة ونوط التدريب ووسام التحرير وميدالية يوم الجيش ووسام تحرير الكويت ونوط الخدمة الممتازة ونوط الجلاء العسكري ووسام الجمهورية التونسية، تكريماً لمسيرته البطولية الحافلة بالعطاء. انتوا الحماة الحقيقيين وحماة بأمر الله، بأمر الله الأول وبأمر بلدكم وبأمر مصر. وفي 21 سبتمبر رحل المشير طنطاوي عن عالمنا عن عمر ناهز 85 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً من البطولات والمواقف التاريخية التي ستظل خالدة في ذاكرة الوطن. هذا الرجل العظيم كان سبباً حقيقياً في حماية مصر من السقوط في هذه المرحلة. قانون العمل الجديد، أكيد طبعاً ملايين من العمال في انتظار قانون أو إقرار بقى قانون العمل الجديد بعد المناقشات والمداولات. أكيد قانون العمل الجديد بيعتبر خطوة مهمة جداً في اتجاه تحسين بيئة العمل في مصر. الهدف إن هو نحقق التوازن ما بين حقوق العمال من جهة وواجبات أصحاب العمال من جهة تانية. مش بس كده،
كمان قانون العمل الجديد بيتبنى مجموعة من التعديلات واللي بتتماشى مع القوانين، بتتماشى مع الاتفاقيات الدولية اللي بتهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء. دين صحيح، كمان عايزين نعرف مزيد من التفاصيل والنقاشات اللي حصلت حول قانون العمل الجديد. هل بالفعل تم إلغاء استمارة 6 ولا إيه بالضبط؟ عايزين تفاصيل أكتر، هنعرفها من دكتورة سوالاف درويش وكيل كل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، منورانا ومشرفانا النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتكم، صباح الخير. أهلا بيكي. أهلا بيكي. في البداية بنسمع كتير عن تعديلات في قانون العمل الجديد، معظمها هيكون في صالح العمالة غير المنتظمة، كمان حقوق صاحب العمل والعامل نفسه. تفاصيل أكتر عن هذا القانون. أولا بحيي حضراتكم، ثانيا بحيي الحكومة المصرية لأن دي على أجندة التطوير اللي بناء على التغير والتغيرات الاقتصادية، وأيضا بيئة عمل فيها توازن وفيها عدالة اجتماعية، دي كانت على أول أجندات الحكومة المصرية، وده نادى بيه السيد الرئيس أكثر من مرة. نقول قانون 12 لسنة 2003 مر عليه 20 عام ويمكن في نهاية 24 يبقى 21 عام. أصبح هناك متغيرات كتير جدا في بيئة العمل وفي الجانب الاقتصادي والبيئة العالمية حتى، فكان لابد من تغيير هذا القانون. القانون يشمل مجموعة من الامتيازات والمميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل وتعزيز حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل. أطراف العملية الإنتاجية قعدوا الثلاثة، أطراف العملية الإنتاجية بيكون العامل وصاحب العمل، وبيكون الحكومة أو من يمثل الحكومة. القانون يتميز بأن هناك عدة عوامل، أولا استمارة 6 ودي من أهم مميزاتها اللي هي تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل. إنهاء فكرة استمارة 6، لن يكون هناك فصل العامل إلا من خلال المحاكم العمالية. الحاجة الثانية تحديد ساعات العمل. الحاجة الثالثة الأجازات، تحديد ما له وما عليه. هنا بدأنا في الجزء ما يخص العامل. القانون أيضا برضو دسم جدا، 14 باب، 207 مشروع القانون المقدم أمام الحكومة، أمام مجلس النواب حاليا في لجنة القوى العاملة، نقش الأسبوع قبل السابق ده، تم مناقشته على مدار 3 أيام مع الحكومة، تم مناقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الأساسية وفقا للاتفاقيات الدولية وفقا لما هو متعارف عليه، لتحديد بعض المسميات الجديدة، لتحديد برضو أيضا بعض الامتيازات الجديدة اللي هتوضع في هذا القانون. القانون أيضا دعم المرأة ودعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة والعمالة وعمالة المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها. القانون أيضا كان به جزء خاص لجذب الاستثمار من خلال التوافق بين العامل وصاحب العمل وكيفية التفاوض وآلية التفاوض وآلية وطبيعة التعامل مع صاحب العمل والأجر ناتج العمل. الأجر ناتج العمل جزء كبير جدا منه بيرغب فيها المستثمر. بيئة العمل المناسبة تتوافق مع علاقة عامل وصاحب عمل جيدة، تتوافق مع المعايير الدولية. هذا الباب كان من الأبواب المهمة جدا. كذلك أنا ممكن اسمحي لي يعني أسألك في النقطة دي تحديدا، احنا بنتكلم هنا عن ان احنا بنشوف النماذج الدولية، بنشوف المعايير الدولية فيما لو صلة بقوانين العمل التي تطبق في العالم. ايه الفجوة ما بين المعايير والقوانين الدولية اللي بتطبق بره وما بين القانون الحالي اللي هو لسنة 2003 اللي هو اللي احنا شغالين بيه دلوقتي طبعا قبل اقرار القانون الجديد؟
القانون 2003 كان برضو في ساعات العمل بالنسبة للعامل بعض الإجراءات في التفاوض كانت مفتوحة بعض الشيء. برضو كان بالنسبة للمستثمر دايما يحب أن يجذب مجموعة من الأجانب من الآخر. أيضا القانون بينظم هذه الجزئية. كان عدم وجود برضو المرونة الكافية في جذب نوع من أنواع الخبراء أو مجموعة من الخبراء. تم تحديد الخبراء دول هيجوا إزاي ويبقى عدد قد إيه عشان لا يؤثر على العمالة المصرية، بل أن يكون هناك استفادة من الخبير اللي موجود ده. الخبير اللي هيجي ممكن نسمح أنه يكون متواجد ولكن بنسب معينة، وهذه النسب برضو تكون لنقل الخبرات ويكون في نوع من أنواع الاحتكاك، فأجعل أن هناك مهارة أعلى لدى العامل المصري وبشروط معينة. يعني طبعا مفيش مثلا خبير يجي ويكون عندي هنا في مصر المثيل المصري أفضل منه مثلا، يعني ممكن تكون نفس الخامة من القدرات والمؤهلات العلمية تكون متواجدة عندي وانت بتجيبه، مجرد ان انت بتجيبه من الخارج للثقة او لانك انت مش عايز تتعامل مع العامل المصري، او برضو تكون هناك فكرة لتجويف العامل المصري. لازم ان يراعى كل الـ العناصر تكون موجودة قدامي، لكن لو موجود نفس الخبرة متواجدة هنا العامل المصري هو الأولى بيها. لكن ما فيش خبرة أنا كمان هستفيد، لأن يكون عامل جاي من الخارج لديه خبرات أعلى وأفضل، أنا الاحتكاك نفسه هيخلق عندي عمالة أفضل، وان انا يكون فرضه في عمليه تدريب مستمره. بس كنت عايز اسال حضرتك عن الموضوع ده بالذات، لان طبعا من خلال القانون كمان بيطالبوا بمشاركه القطاع الخاص في اعداد وتطوير كمان او التاهيل المهني لشباب لسوق العمل وانشاء صندوق للتدريب، ده اهميته ايه؟ اولا هو في فعلا تم في باب خاص بالتاهيل والتدريب موجود داخل قانون العمل. شراكه القطاع الخاص هتكون اكثر نقول واقعيه وأكثر جذب أيضا للعمالة الخارجية. عارفة حضرتك أنت عايزة الأمان الوظيفي، ومع الأمان الوظيفي لازم تكون أيدي عاملة ماهرة، ومع أيدي وتكون في طلب على العامل ده، أو أنا ما كنش مؤهلات تأهيل سوق العمل مش عايزه. من أكثر خبرة أنه سوق العمل محتاج إيه؟ هو رجال الأعمال، هو المستثمر. أكثر خبرة مين هو محتاج أنهي أيدي عاملة أو أنهي فئة في الأيدي العاملة، هو ده اللي محتاجه. لما بيكون هناك شراكة أولا بتبقى التدريب على أرض الواقع، ثانيا هو بيدربه على أفضل المعدات والماكينات والأيدي العاملة اللي بيتم تدريبها داخل هذه المصانع، هو بياخدها فيما بعد، فرصة العمل بتكون متوفرة بعدها على طول بشكل مباشر. ثانيا هو يعني عايز أقول لحضرتك بيجود على تدريبه عشان يستفيد منه في يعني بشكل أعلى كتير جدا. هنا أنا بالنسبة لي هو الأولى، وعلى فكرة يعني مركز أو التدريب اللي بيكون من خلال الشراكة دي هتكون لصالح الدولة المصرية أفضل كتير. أكيد بكل أشكالها. دكتور، دائما وأبدا لما بيبقى في نزاع ما بين صاحب العمل وما بين الموظف، دائما يعني صاحب العمل هو بيبقى الجهة الأقوى. فكرة ان بيكون مثلا في حاجة فصل تعسفي او في اي حاجة من الاشياء او الاجراءات التي بتبقى ضد صالح العامل، دلوقتي وفقا للقانون او مقترح القانون الجديد انا كعامل اعمل ايه بالضبط؟ اولا في باب خاص بالمحكمة العمالية وآلية او الاستمارات، استمارة ستة خلاص ما فيش حاجة اسمها بتمضي، اول ما تدخل العمل تمضي على استمارة على بياض يكتب لك التاريخ اللي هو عايزه باستمارة ستة بالاستقالة فيها فتضيع كل حقوقك، ده خلاص ما بقتش موجودة. آلية التعامل مع المحاكم العمالية، سرعة التعامل كمان مع المحاكم العمالية، خلاص في أقرب وقت هيتم الفصل. كان الأول ممكن الفصل في القضية العمالية تقعد سنة واثنين وثلاثة ويتم التأجيل، لا ده خلاص بمجرد تقديم الورق، لأن حتى عقده هيكون من ثلاث نسخ. كان في السابق ما فيش غير هما نسختين، العامل لن يحصل على عقد في إيده،
حاليا في هذا القانون أصبح هناك ثلاث نسخ يقدمه ويقدم للمحكمة العمالية حتى مصاريف القضاء إن لم يستطع العامل بدفع هذه المصاريف تتولى المحكمة دفع هذه المصاريف وأخذها مرة أخرى من الصناديق الخاصة اللي موجودة في الوزارة. تم إنشاء أكثر من صندوق لحماية العمال في صندوق الطوارئ اللي موجود في وزارة العمل. هذا الصندوق بيقوم على حماية كاملة للعامل لو هناك حصل أزمات من ضمنها هذه الأزمات أنه بيعوضوا لمدة شهرين لحين الفصل في القضية. فهناك عدة بنود داخل القانون. طب أنا عايز أسأل في النقطة دي. لا 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 هو يعني كل العمال أو الموظفين سواء في قطاع العام قطاع الخاص أنا دلوقت اتفصلت خلاص الشركة مثلا بتعمل داون سايزنج بتعمل انكماش أو عندها مشاكل فبتضطر أن هي أنا أستحق كام شهر على السنة وإمتى بيتم دفع الشهر ده أو المقابل ده؟ في ارتباط بين قانون العمل وقانون 148 لسنة 2019. قانون 148 لسنة 2019 بينظم هذه العملية تنظيما جيدا. بتبقى كل جهة تختلف عن الأخرى أو كل مؤسسة أو منشأة تختلف عن الأخرى. لكن الحق الأساسي فيها أنه يجب أن يستحق العامل مدة معينة وبتوضع في موضوعة في قانون 148 وبيحكمها القضاء ويحكم له بيه وده ما فيهوش جدال. يعني ما ينفعش حتى الجهة حضرتك بتشتغل في أحد الشركات يقولك لا أنا مش هديله. لا حضرتك مجرد ما بثبت بناء على التأمينات اللي تمت في هيئة التأمينات الاجتماعية بجيب شيت للعامل الشيت ده بيثبت انه اشتغل ومؤمن عليه لمدة 7 سنوات من حقه انه ياخد بدل 3 شهور مضروبة في 8 سنوات وده أول شيء بياخده من حقوقه ويتم صرفها مباشرة. ففي ربط بين قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمينات الاجتماعية. ده حاجة كويسة ان احنا دايما لما كان بيبقى فيه قانون ممكن يتعارض مع قانون آخر فواضح ان فيه تكامل وتنسيق كبير ما بين القوانين الخاصة بالعامل المصري. كان من أهم الإنجازات يعني كل قانون بيطلع بيبقى له ما له علي ما علي ولكن من أهم الإنجازات قانون 148 لسنة 2019 لأنه جمع كل ما يخص المواطن المصري في هيئات التأمين وفي كل الشركات قطاع خاص قطاع عام. ده كان قانون مجهد جدا من القوانين المنظمة لحقوق العاملين أيضا في الجانب التأميني والتعويضات وهنا في باب للتعويضات للبتر أو الحوادث أو الإصابات وكيفية وآلية التعويض. الباب دوت وفقا للمتغيرات اللي حصلت. أنا بقول لحضرتك قانون عفى عليه الزمن 21 سنة حتى آلية التعويض حتى الأدوات الدورية ما بيحصلش عليها بعض العمال القطاع الخاص بسبب أنه ممكن يكون مش مطبق عليه القانون لكن في القانون الجديد هيتم هيتتضمن طبعا لأن هناك مسميات جديدة أصبحت مش موجودة. العمالة الغير منتظمة هذا المسمى ما كانش موجود في 2003 هذا الـ القيمة اللي بقت موجودة لهذه الفئة اللي بقت أصبحت تمثل فوق 80% من المجتمع المصري. قالك آلية الحماية اللي طلب بها السيد الرئيس لهذه الفئة من المجتمع لو تفتكر في كورونا عملية التعويض اللي تمت للمجموعة منهم إن يكون عندك تنظيم لهذه العمالة ويكون في باب داخل هذا القانون ينظم آليتهم لما تيجي تعملي الأمان الوظيفي للجميع حتى لهذه الفئة نفسها مسمى عاملات البيوت وكيفية وآلية تعريفها وآلية إن أنت تعرف تتعامل معها وفقا للدستور كمان لأنك أنت مش هتقدر تعمل عليهم التفتيش. الأمانة والصحة المهنية باب كامل للأمانة والصحة المهنية عشان أضمن بيئة عمل متوازنة فيها حماية للعامل المصري وفقا للمتغيرات. ما كان موجود الباب سابقا ولكن في متغيرات طرقت علينا في مصانع ومسميات بعض المنتجات ما كانتش موجودة في السابق أصبحت موجودة فالتعديل كان لازم وإنه يكون بسرعة وسريعا عشان أقدر أعمل حماية كاملة. يعني بعد إذنك رجاء يعني حضرتك شايفة أن حتى العمال اللي ما كانش مؤمن عليهم مش في التأمين مش متضمنين في التأمينات هيتم برضو العمل بقانون العمل عليهم؟ حضرتك تقولي اللي بيساعدوا في البيوت هيتم تعريفهم هيتم محاولة وضع لأن طبعا هنا العاقد فيهم محاولة وضع آلية لحمايتهم لأن طبعا حضرتك تعلمي أن باب الحريات يمنع أننا أخش أفتش عليهم اللي بيحصل في المنازل ما ينفعش أدخل حريات
ما ينفعش. ففي بعض المعوقات البسيطة، لكن بدأنا بداية حسنة إن إحنا إذا كان هناك عقود موثقة ويقدر نثبت علاقة العمل بين طرفي هذه العملية يبقى في الحالة دي هقدر أعمل لهم عملية من عملية الحماية. لكن هي بداية حسنة داخل هذا القانون. إن خرجنا من منطق أو من باب الحريات وسمحنا إنه يكون هناك تفتيش وعملية من عمليات إن إحنا أقدر أخش أعرف لو حصل نوع من أنواع الإساءة أو الخطأ أو أي نوع من أنواع الإزاء ما وأقدر أثبته عشان أجيب للعاملة دي حقها، هنقدر نعملها. لكن في الجانب التأميني السيد الرئيس عمل لهم وثيقة التأمين للعمالة الغير منتظم، هم من نفس الفئة لكن تعريفهم يختلف. شكرا جزيلا دكتورة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكرا جزيلا، ونتمنى يعني صدور هذا القانون للنور قريبا. شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك جدا وبشكر سيادتك جدا. شكرا نورتينا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. في بعض الأشخاص بيكونوا عايزين يخسوا بأي شكل من الأشكال وإنقاذ أكبر قدر ممكن من وزنهم، وأولهم أنا. بصرف النظر بقى طرق التخسيس دي صحية ولا لأ، بتلاقيهم بيستخدموا أدوية منهم من غير أو منهم لنفسهم كده دون الرجوع للطبيب أو استشاري. لكن إيه الخطورة من التخسيس الزائد في الوزن من خلال استخدام الأدوية دي، وإيه الطرق الصحية كمان للتخسيس المضبوط؟ صحيح رجاء، يعني الناس كتير بتلجأ للحاجات السريعه، ما عندناش اراده. ما هي دي مشكله. مفيش اراده. مشكله يا جماعه نلغي التخسيس خالص. ما هي دي بقى الموضوع ده، الناس بتخس بطريقه غلط، فاحنا نلغي التخسيس خالص. بس لازم نخس صحيه لينا احسن. انا فاهم على اي حال ده هنعرف تفاصيل اكتر من خلال ضيفتنا اللي مشرفانا ومنورانا هنا في الاستوديو، دكتوره ايناس صبري استاذ التغذيه وعلوم الاطعمه المساعد بالمركز القومي للبحوث. دكتوره مشرفانا ومنورانا، نخس ازاي؟ عشان دينا مش عشاني. كل الستات. اهلا بيك يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت، يعني ان في ناس بتبقى يعني همها انها توصل للتارجت يعني باقصر وقت ممكن، يعني بدون انها يعني تبص على السايد افكتس او اللي هي الاعراض الجانبيه ايه او كده. وده طبعا يعني في خطر كبير جدا، لان استخدام الادويه عن طريق التخسيس للوصول للتخسيس يعني بيبقى له اثار جانبيه كتير جدا. اولا ان الادويه دي بتفرز عن طريق الكبد والكلى، فكثره ان انا ادخل ادويه يعني انا يعني لست في حاجه لها، يعني انا بخلي موضوع الادويه ده الحاجات الهامه، يعني مثلا واحد عنده مرض عضوي ما يقدرش ان هو يعني يتعالج بدون الدواء، بخليها الحاجات المهمه. لكن ان انا استخدم كمان ادويه للتخسيس بالاضافه ان انا لو كمان مريض عندي مرض مزمن او طبيعي، كلنا بنستخدم ادويه، لحد عنده دور بارد فيروس انفلونزا بيحتاج يستخدم ادويه، فما فيش داعي ان انا ادخل ادويه زياده، لان دي كلها ارهاق للكبد والكلى، بيفرز عن طريق الكبد والكلى. لها اضرار جانبيه اخرى بقى في الجهاز الهضمي، بيحصل له بقى اسهال، غثيان، قيء، امساك، يعني امراض متعدده في الجهاز الهضمي. بالاضافه ان انا عندي طرق يعني صحيه جدا وهيلثي، ويعني مفيش اي مشاكل منها، اللي هي طرق التغذيه او طرق التخسيس بالنظام الغذائي السليم. ممكن هياخد وقت صحيح اطول شويه، ولكن بدون اي اعراض جانبيه، بدون اي مشاكل صحيه، يعني حاجه طبيعيه ما فيش اي خطر منها يعني. فطبعا لو اتكلمنا عن التخسيس بالطرق الطبيعيه، هيبقى اول حاجه خالص ان انا نظام غذائي، يعني كمان غير النظام الغذائي، المشي نص ساعه يعني على او اللي هو بدون اكل، يعني قبل الفطار، ده مفيد جدا. يعني ممكن واحد يمشي كل يوم على معده فاضيه، ده هام جدا. ليه بقى؟ لان انا هحرق دهون الجسم نفسه، مش دهون الاكل اللي انا لسه واكلاه. يعني ما تناولش بقى وجبه فطار دسمه وكده وبعدين انزل امشي نص ساعه،
هحرق دهون الاكل اللي انا لسه واكلاه. لكن انا لما امشي وابذل جهد ومشي بطريقه سريعه ويبقى هو ده يعني من العادات بتاعتي بقى ان انا مش نازل يعني امشي بقى بهدوء او كده بسرعه شويه، او حد لو عنده بقى مثلا مشاكل كهربائيه يعني كده. مكان بيمارس يعني مكان مقفول ويقدر يمشي وكده ويجري شويه كده، فدي مهمه ان انا كل يوم نص ساعه على قبل الفطار، دي مهمه جدا. يعني لابد ان انا اشتغل في كذا فاكتور في وقت واحد، مش اعتمد بس على الغذاء، يعني ان انا اقلل عن طريق المشي مع الغذاء، مع لو في طبعا امكانيه للرجيم الجيم، يعني حد عنده امكانيه وسهوله ان هو يروح الجيم، اي مشوار اروحه بدل مركب مواصلات او تاكسي او عربيتي اقدر امشي يعني، حتى لو المشوار مثلا هياخد مني نص ساعة، يعني هي كده كده مشوار أنا لازم أروحه، يعني بخلص أوراق أحاول إن أنا يعني لو حد بقى يعني فعلا لابد عنده النية والإرادة غيرنا أيوة يعني غيرنا يا رجل يعني يشتغل في كذا فاكتور في وقت واحد عشان يجيب نتيجة. الدكتورة بتقول إن احنا لازم قبل ما نفطر يعني مثلا قبل ما الفطيرة بتاع الصبح الجميل ده يبقى موزاريلا وجبنة والكلام ده فلازم نمشي يعني تعتبروا انتوا الاثنين. بس خلي بال حضرتك برضو بتقولي لازم نمشي نص ساعة قبل الفطار، احنا معظمنا سيدات عاملات وبننزل اولاد المدرسة وبنجري نروح الشغل، تمام. صعب قوي ان انا قبل الفطار الصبحية دي اخد نص ساعة وامشي فيها، ايه البديل؟ دي بنقول بقى قدر الامكان يعني لو حد مناسب للموضوع، يعني خلينا نقول الحاجة اللي الناس تقدر فعلا تعملها بالظبط. يعني لو حد مثلا الموضوع متيسر بالنسبة له سهل بالنسبة له يعني، لكن هي فعلا بتجيب نتيجه كويسه يعني، جربناها حتى في حالات عندنا في المركز القومي للبحوث وكده، يعني احنا عندنا عيادات للسمنه وكده، فكانت في حالات بتجيلنا وقلنا لهم على التعليمات دي والله بتجيب نتيجه كويسه جدا يعني اقصد الواحد ما يعتمدش بس على اللي هو تقليل، لا اشتغل في كذا حاجه في وقت واحد. بالنسبه للنظام الغذائي بقى، اولا اكتر حاجه بتزود في الوزن الدهون. ليه بقى؟ لان الدهون بتديني الواحد جرام دهون بيديني 9 سعر حراري. البروتين والكربوهيدرات اللي هي عباره عن نشويات وسكريات بتدي 4 سعر حراري، فتقريبا ضعف يعني السعرات الحراريه اللي باخدها من الدهون ضعف اللي باخده من البروتين والكربوهيدرات. ففي ناس بتقلل قوي في العيش والرز والمكرونه وتنسى موضوع الدهون ده خالص مع انها بتديني ضعف اللي باخده. فمهم قوي ان انا يعني احاول ان انا اعمل الاكل نايف نايف. لو واحد اخذ عليه على النظام ده يعني مره في مره هيلاقي نفسه اصلا مش قادر ياكل اللي هو بقى المسبكات والمقليات، هيلاقي نفسه خلاص يعني اللي هو مش قادر ياكلها اصلا، مع انه هو سليم عادي ما عندوش امراض تمنعه يعني ولا حاجه، بس هو عايز يظبط يعني الدايت بتاعته او عايز يخس شويه. دكتور انا عايز اقول لحضرتك حاجه معلش، اصل يعني برضو اصل الحاجات المسبكه دي ان دي التيست بتاع والله فنيف ني ده هيبقى صعب ولا ايه؟ لا ابدا خالص ده انت حضرتك عارف مثلا الخضروات اللي هي بتاعتنا المفيده دي مثلا الكوسه الجزر او اللي هي السوتيه الخضار دي مع شويه شوربه يعني بتاع بيتم طهيها بشوربه، الشوربه دي برده بيبقى فيها نسبه دهون يعني مش اللي هي خاليه، بيبقى طعمها حلو جدا بتبقى طعمها جميل صحيح. يعني تحس انها خفيفه كده وحلوه يعني أنا مثلا بدل ما تم التحمير بقى بكميه سمنه وكميه زيت، لا هو عادي سلق عادي ومجرد ان انا اديله ممكن احطها في الفرن مثلا في الفرن، وممكن احط عليه مثلا حب يعني عشان برضو المنظر والشكل 3 معالق سمنه مثلا، لا لا خالص مش 3 بالفرشه كده يعني صلصه مثلا حاجه حمراء كده صلصه حمراء عشان تديها لون شهي ومذاق حلو تبان ان هي، وهو في نفس الوقت ما خدتش بقى كميه القلي والتحمير. ماشي اتفضل. طيب احنا عندنا انظمه كتير كده بتتكلم كتير عندنا على السوشيال ميديا، يعني يمكن حضرتك النظام اللي بتتكلمي عليه هو اكتر نظام صحي ولو مشيت عليه مدى حياتي او على المدى الطويل انا مش هتخن تاني، لكن في بعض الانظمه الغذائيه اللي بتتعمل لانزال الوزن بطريقه يمكن سريعه شويه زي الكيتو واللو كارب والحاجات دي، اول ما الشخص ده بيوقف بترجع مره تانية العوده في الوزن مره تانية بصوره كبيره جدا، ايه السبب؟ هو طبعا يعني اي حاجه بتنزل بسرعه بترجع بسرعه يعني، انما هل هي انظمه غير صحيه يعني؟ اكيد طبعا يعني مش ما هيش يعني كل حاجه لابد انها تبقى جراديوال كده بالتدريج، عشان انا يعني الجسم يحصل له تاقلم، انا بهيئ الجسم ان هو خلاص بقت هي دي اللايف ستايل بتاعتي انا هعودك على كده، فبيبقى اللي هو نظام بالتدريج انا بقلل حبه بحبه كده لحد ما اوصل، لان الاكل ده على حسب التعود يعني انا عودت المعده على تناول كميه معينه
مش هيوصل للشبع غير لما ياخد يتناول الكميه دي. في ناس تاكل مثلا نص رغيف او ربع رغيف تقول انا مش خلاص مش قادر انا شبعت خلاص مش قادر, وفي ممكن يقعد ياكل خمس ست ارغفه لحد ما يوصل لمرحله الشبع لان هو خلاص عود معدته على كده. فهو الموضوع بيعوز بالتدريج, ما يجيش مره واحده كده ان انا مثلا اخد نظام غذائي ادويه بقى مش عارفه اي انظمه اخرى وان انا فجاه هنزل بسرعه فجاه هزيد بسرعه ومحدش يقدر يستمر على الادويه طول عمره يعني. فهي افضل حاجه الحاجات اللي هي الناتشرال الطبيعيه الانظمه الغذائيه, ولابد انها تكون لانها هي مش حكايه تخسيس بس يعني هي لايف ستايل. بالظبط لايف ستايل, وكمان انها بتؤدي الى امراض يعني ممكن مثلا زياده الدهون دي هتبقى ممكن تجيب فاتي ليفر اللي هي الدهون على الكبد, ممكن يبقى شخص مش بدين يعني ولكن عنده دهون على الكبد برضه من هو بيتناول كميات كبيره من الدهون بدون يعني حساب او وعي او كده يعني. وانا عايز اقول لك حاجه, هو فكره بجد بعيدا طبعا عن الهزار يعني, فكره ان احنا نعمل رياضه الصبح قبل ما نفطر دي حاجه مهمه, وانا شخصيا يعني انا هحاول اعمل الموضوع ده ابتداء من بكره. جدا مهمه فعلا على فكره يعني انا كان ليا صديقه يعني كانت هي برضو يعني بتعاني من الوزن الزائد, فكانت اي مشوار تعمله مثلا من الجامعه للمركز القومي للبحوث يعني مشوار طويل ممكن يتراكب مثلا تاكسي 10 دقائق ولا حاجه, بالمشي بقى ممكن ياخد له ساعه الا ربع تمشي يوميا تخلص اوراق تمشي طاقه وبتاخد طاقه ايجابيه الصبح فعلا ان هو الصبح برده كانت بتبقى يعني قبل الفطار وكده جاب معاه مفعول كويس جدا في مده برده قصيره فلا مهم جدا يعني اكيد. وهنعمل كلنا بالنصايح اللي حضرتك يمكن قدمتها لنا النهارده. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره ايناس صبري الصعيدي استاذ التغذيه وعلوم الاطعمه المساعد بالمركز القومي للبحوث, نورتينا شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم ان انتم يعني مهتمين بمجال التغذيه وشكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا جزيلا. كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم أجمعين. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في نفس الميعاد من 7 ل 10. السلام عليكم.